بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، كل عام وحضراتكم بخير، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من استوديو التحليلي اللي النهارده هيكون مختلف تماما، مختلف في كل حاجه. وان شاء الله في نهايه او بعد نهايه المباراه تعم الافراح جميع ارجاء مصر عندما يتوج النادي الاهلي بلقب دوري ابطال افريقيا للمره العاشره ان شاء الله عند لقائه اليوم امام كايزر تشيفز الجنوب افريقي. في قاره افريقيا كل كرة القدم بتدور في فلك النادي الأهلي، فهو النادي الأكثر تتويجاً بالبطولات الأفريقية في القارة السمراء. النادي الأهلي صاحب جميع الأرقام القياسية في القارة السمراء، وهنيجي بعد كده لما نيجي نتكلم على الأرقام القياسية هتشوفوا إن الأرقام القياسية بتاعة النادي الأهلي هو بيحاول إن هو يحطم الأرقام بتاعته. ماتش من ماتشات اللي هي بتقف فيها الحياة في مصر تماماً، ماتش مستنينه من ايام القاضيه لو فاكرين، ماتش لما خدنا التسعه على حساب نادي الزمالك بكوره قفشه في القاضيه، ممكن كلنا بدون استثناء قلنا للنادي الاهلي مبروك العشره على طول. يعني احنا قلنا مبروك للعيبه، مبروك للجهاز الفني، مبروك لمجلس الاداره، مبروك المنظومه كلها، ولكن العشره وصلنا الحمد لله العشره، وصلنا العشره. دي يمكن تاني مرة على التوالي ثلاث مرات حصلت في قارة أفريقيا إن شاء الله إن شاء الله بدون مقاطعة نادي الأهلي لو كسب البطولة النهاردة يبقى حقق الكلام ده ثلاث مرات، محدش حققها بكده غير في البطولات العالمية، غير ريال مدريد وفرقتين كمان في أمريكا الجنوبية. إن شاء الله الأرقام القياسية دي تتحقق النهاردة. عايزكم تتفائلوا، في قلق، القلق ده حاجة صحية، التوتر حاجة صحية. لا انا لعبت مباراه او لعبت كذا مباراه في النهائيات، بيبقى في قلق وفي توتر، وعارف الجمهور بيبقى قلقان جدا، وطبعا الاجهزه الفنيه والمنظومه كلها بتبقى قلقانه. يمكن الفتره اللي فاتت كان في نغمه بتقول ان الماتش سهل، كل ما قرب الماتش ابتدت الامور يعني حاسين ان لا الماتش فيه صعوبه شويه، لا الماتش فيه قلق فيه توتر، احنا حاسين ان هو ده كويس. ده قلق صحي، ده قلق ايجابي ان شاء الله، هو ده القلق اللي هيخلينا باذن الله رب العالمين، لان الكلام ده بيوصل للعيبه على فكره. احنا واحنا لعيبه الكلام ده بيوصل لنا، بنبقى مركزين، بنبقى نازلين، في البدايه بيبقى في قلق شويه، توتر شويه، ولكن بعد خمس دقائق 10 دقائق خلاص بنخش في اجواء المباراه. حتى لو فرقه جامده، فرقه مش جامده، فرقه على القد، فرقه عشوائيه، فرقه بتلعب عارفين هي بتلعب ازاي، لا هو يمكن القلق شويه زياده بيبقى عند الجهاز الفني. انما احنا كلاعيبه اول ما بننزل الملعب خمس دقائق 10 دقائق خلاص بنخش في اجواء المباراه، بنبقى عارفين نتعامل ازاي مع احداث المباراه. انا مش قلقان جدا من حته لعيبه النادي الاهلي النهارده. لعيبه النادي الاهلي انا عندي فيهم ثقه كبيره جدا جدا جدا، وعندي ثقه في الجهاز الفني، وقبل كل ده عندنا ثقه في ربنا. ربنا وقف معانا في اوقات كتير جدا 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 جدا. انا مش هتكلم عن النادي الاهلي لان فخر لاي واحد فينا الانتماء للنادي الاهلي. لو اتكلمنا عن النادي الاهلي ونشأته وتاريخه ورؤسائه وافضل نجومه وارقامه القياسيه هنحتاج لحلقات وحلقات وحلقات. هنتحدث عن البطولات والالقاب اللي حققها المارد الاحمر عبر تاريخ طويل، عايزين حلقات، عايزين الوقت كمان مش هيسعفنا. الاهلي ده عظمه، عظمه وفخر لاي اهلاوي. انا كواحد من الاهلاويه بشعر بالفخر لانتمائي لهذا الصرح الكبير. فعلا من حق كل اهلاوي انه يفتخر بالنادي الاهلي ويفتخر باهلاويته، وكمان من حق كل عربي انه يفتخر بوجود نادي مثل النادي الاهلي في المنطقه العربيه. الاهلي دايما هو حامل لواء البسمه والفرحه لجماهيره. لو الكره الافريقيه جت وقالت مثلا عايزين نقول للنادي الاهلي لقب او ندي للنادي الاهلي لقب، هنقول ايه؟ صاحب البسمه. النادي الاهلي هو صاحب البسمه، صاحب السعاده، صاحب السعاده لجماهيره، جماهيره اللي مش في مصر بس، جماهيره اللي في كل انحاء العالم. يمكن انا كان ليا فتره عشتها طويله في الغربه في امريكا، مش عايز اقول لكم قد ايه جمهور النادي الاهلي هناك، وقد ايه جمهور النادي الاهلي بيبقى حابب انه يعرف كل كبيره وصغيره عن النادي الاهلي ولاعيبته. وما تعرفوش قد ايه برضه لما كنا بنتجمع مع بعض عشان نتفرج على الماتشات بنبقى عاملين ايه، زي ما اكون في الاستاد بالظبط، زي الجمهور اللي هنا بالظبط. جمهور النادي الاهلي في كل حته، جمهور النادي الاهلي اللي دايما عنده ثقه في فريقه ومجلس ادارته
ووراه في كل حته في على الحلوه وعلى المره زي ما احنا عارفين، وعشنا الكلام ده سنين وسنين وبطولات وبطولات. النادي الاهلي اللي دايما موجود على الساحه القاريه والعالميه، النادي الاهلي اللي دايما متواجد بين الكبار. لو حضرتك كمنافس ليا مش عارف قيمه الاهلي، اسال بره، اسال. لو انت مش شايف جوه نظرك على قدك، اسال بره، اسال بقى كبار اوروبا مين هو الاهلي، ازاي بره بيبصوا على النادي الاهلي. خلينا ايه نخش في اجواء المباراه على طول ونقول لكم على تشكيل النادي الاهلي. هيبقى الشناوي، اكرم توفيق، بدر بنون، ايمن اشرف، وعلي معلول، قدامهم عمرو السوليه وحمدي فتحي ومجدي قفشه وحسين الشحات، طاهر محمد طاهر ومحمد شريف. نقوله مره ثانيه، هو تقريبا بيلعب مستر موسيماني النهارده بنفس الفرقه او بنفس الاسلوب اللي احنا متعودين عليه، 4-2-3-1. اكيد مستر موسيماني النهارده قاري الخصم ده كويس قوي، اكيد هو لعب معاه قبل كده بجنوب افريقيا اكتر مره، وعارف المدرب المدير الفني دوت بيفكر ازاي، عارف لعيبته بينزلوا الملعب في الماتشات الكبيره بيلعبوا ازاي، بيبقى في التزام في التزام، الطابع الدفاعي بيغلب شويه الطابع الدفاعي بيغلب شويه على ادائهم. فهو اكيد مستر موسيماني قاري كويس، مستر موسيماني شفناه في الماتشات الكبيره بيعرف يتعامل كويس قوي قوي قوي، يمكن من السنه اللي فاتت واحنا عارفين. هو مستر موسيماني السنه اللي فاتت حضر من الدور قبل النهائي، لعب ماتشين جامدين جدا الدور قبل النهائي مع الوداد وكسب، ولعب الفاينل مع الزمالك وكسب. وفي الماتشات الكبيره هو بيعرف يتعامل ازاي، بيعرف يفكر ازاي. في الماتشات الصغيره طبعا برضو، بس انا بتكلم على الماتشات الكبيره لان ماتشات ثقيله، ماتشات فيها قلق زي ما احنا النهارده حاسين بقلق، ولكن القلق باذن الله باذن الله باذن الله ده قلق المكسب، باذن الله ده قلق المكسب. عايز اتكلم على لعيبه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي اللي اتحملوا ضغوط كبيره جدا 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 جدا. وبعدين الاقي في ناس في نغمه كده تقول لك اصل الجيل ده مش عارف ماله، الجيل ده مش زي جيل تريكا وبركات ووائل جمعه وعماد متعب. لا لا، كل اجيال الاهلي اجيال عظيمه. الجيل ده الجيل ده في النادي الاهلي من اكتوبر لحد النهارده جايب 4 بطولات، يعني انت بتتكلم في 9 شهور حضرتك 4 بطولات وثالث كاس عالم. وان شاء الله باذن الله النهارده يتوج بالعشره باذن الله رب العالمين، ولينا كلام واحاديث بعد كده بعد المباراه ان شاء الله. تعالوا، ذكريات جميله جدا اكيد حضراتكم يعني فاكرينها، وان شاء الله باذن الله بعد مباراه النهارده نحتفل جميعا بالعشره الافريقيه. يمكن شفنا في التقرير اول هدف كان في النهائي جابوا الكابتن او حرزه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي دلوقتي في كوتوكو الغاني، وما ادراك ما كوتوكو الغاني زمان. كوتوكو الغاني ده كان بعبع القاره الافريقيه، بعبع الفرق كلها، ولكن قدرنا ناخد اول بطوله منه سنه 82، وتوالت البطولات بعد كده لحد ما وصلنا لاخر هدف احرز في النهائي كان على حساب نادي الزمالك لمحمد مجدي قفشه. ان شاء الله ان شاء الله لو حضراتكم تبصوا للتقرير كويس، دي السنين اللي احنا كسبنا فيها. احنا وصلنا بالنهارده 14 مره للنهائي، 14 مره كسبنا 9 مرات الفاينل النهائي، ده رقم قياسي جامد جدا محدش حققه غيرنا. وحتى النهارده لو اتضرب ان شاء الله الرقم دوت برضو بنضرب رقمنا القياسي. الرقم القياسي الثاني ان احنا في اخر 5 نسخ بالنهارده وصلنا الفاينل 4 مرات، وده محدش عمله قبل كده في بطوله افريقيا. ان شاء الله كل حاجه مشيئه الله. انا دايما بقول لحضراتكم بحب ابقى متفائل، تفاؤل بحذر ولكن متفائل، وعايزكم كلكم تتفائلوا. ثقه طبعا بالله، ثقه في اللعيبه والجهاز الفني ومجلس الاداره، ثقه في المنظومه ككل. ان شاء الله باذن الله الفوز هيبقى للنادي الاهلي، واثق في اللعيبه، لعيبه رجاله، شايفين حاجات ايجابيه جدا من ساعه ماتش الترجي، شايفين المستوى في تطور سواء فني او بدني، شايفين كل اللعيبه تقريبا دلوقتي مفيش فوارق كبيره بين اللي قاعد بره واللي جوه، ده بالعكس اللي قاعد بره بينزل بيفرق بيصنع الفارق. فالحمد لله الحته الفنيه والبدنيه احنا مطمنين ليها كويس قوي. العزيمه والاصرار والتركيز والرغبه والدوافع كلها موجوده عند لعيبه النادي الاهلي، عايزين يحفروا
اسمهم، عايزين يسجلوا تاريخ جديد. في ناس مش عايز اقول لك ان هي اول مره او اول سنتين بيلعبوا مع النادي الاهلي واخدين اربع بطولات لحد دلوقتي، اربع بطولات في 8 9 شهور. ان شاء الله النهارده نادي الاهلي يتوج ب10، القلق موجود واحترام المنافس موجود، طول عمرنا بنحترم المنافسين بتوعنا، وده سر وعظمه وقوه ومكسب النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما لما بيخش اي مباراه هو عينه على حاجه واحده بس، عينه على المركز الاول او عينه على البطوله، ولكن بنحترم الخصم. الخصم بيني وبينك دلوقتي الملعب هو الفيصل، الملعب هو الفيصل. الكايزر تشيفز ما كانش مرشح انه يوصل للنهائي ولكن وصل، وطالما وصل وعلى حساب انديه كبيره يبقى اكيد منافس قوي. ولكن الاهلي بخبراته بالعزيمه بالاصرار بالتركيز بالرغبه بالامكانيات ان شاء الله يتفوق عليه النهارده، وباذن الله رب العالمين نتوج بالعاشرة. هنتكلم كلام كتير قبل الماتش وبعد الماتش، هنفرح كلنا سوا ان شاء الله. بس الاول هنروح لفاصل وبعدين نرجع نستقبل ضيوفنا الكبار، كابتن علاء ميهوب، كابتن احمد بلال، كابتن اسامه حسني، والكابتن عادل مصطفى. ارجوكم انتظرونا. بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده، نجم نجوم خط النص الثمانينات واوائل التسعينات في النادي الاهلي، كابتن علاء ميهوب. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك يا اهلا بيك. واثنين من الهدافين الكبار قوي 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 في تاريخ النادي الاهلي، كابتن احمد بلال منورنا ومشرفنا كابتن. ربنا يخليك، اهلا بيك. ربنا يخليك يا رب، اهلا بيك. كابتن اسامه حسني منورنا ومشرفنا كابتن. ربنا يخليك كابتن ايمن وملك الشياكه برضه. ربنا يخليك كابتن، مأجر الحاجات دي. كابتن عادل مصطفى نجم وسط ملعب في فتره من افضل فترات النادي الاهلي. اهلا بيك. اهلا بيك كابتن. اهلا بيك. كابتن علاء اكيد ليك ذكريات. يمكن قبل ما نروح للذكريات هقول التشكيل سريعا وبعدين نرجع للذكريات. اتفضل. التشكيل يمكن زي ما قلنا في فاكر اخر استوديو، قلت لي مش هيغير. قلت لي هنلعب بنفس الاسلوب. هو فعلا النهارده مستر موسيماني بيلعب بمحمد الشناوي حارس المرمى، ناحيه اليمين اكرم توفيق، ناحيه الشمال علي معلول، الاثنين اللي في القلب بدر بنون وايمن اشرف، قدامهم اثنين وسط مدافع عمرو السوليه وحمدي فتحي، والثلاثي الوسط المهاجم وخط الهجوم طاهر محمد طاهر وحسين الشحات على الاطراف، في وسطهم محمد مجدي قفشه، وقدام مهاجم وحيد محمد شريف. نقوله مره ثانيه، محمد الشناوي حراسه المرمى، اكرم توفيق وعلي معلول ظاهرين، ايمن وايسر، الاثنين اللي في القلب ايمن اشرف وبدر بنون، خط وسط مدافع عمرو السوليه وحمدي فتحي، والاربعه اللي قدام طاهر محمد طاهر حسين الشحات على الاطراف، محمد مجدي قفشه في القلب، ومحمد شريف مهاجم وحيد. كابتن علاء اكيد طبعا ليك ذكريات كبيره جدا جدا جدا، وخصوصا انك انت حضرت اول نهائي، وبعدين حضرت كمان حاجتين ورا بعض كويسين قوي وانت مدير فني او وانت مدرب مع مستر مانويل جوزي. والسؤال بقى قبل برضه، معلش علشان بالمره نكمل، انه اصعب وانت لاعب في الملعب وبتاخد النهائي، ولا وانت في الاداره الفنيه؟ الاصعب وانت في الاداره الفنيه. اصعب حاجه تبقى بره الملعب. ليه؟ في الملعب انت بتقدر تتحرك، بتادي، بتحاول تطلع العصبيه دي في الملعب، بتحاول تنفذ حاجه. المدير الفني بره او المدرب او مساعد المدرب هو ما عندوش حاجه بره، فانت كل حاجه على اعصابك وما بتعملش حاجه. عشان كده دايما بيقول لك مهنه التدريب مهنه صعبه. مهنه يعني ايه؟ دايما بيقولوا البحث عن حرق الاعصاب. هي مهنه التدريب كده. عشان كده المدير الفني بيعمل كل حاجه زي ما بقول لك كده طول الاسبوع، بس هو في الاخر بيقعد بره. وكل حاجه بيتمناها ان النهارده بقى يوم موفق للاعيبته، لان هو خلاص مش هيقدر يعمل حاجه. هو ممكن دايما تلاقيهم اللي يجي له ازمه مش عارف بيجي له بيتعب وكده، عشان حته الكابت دي وحته كل حاجه على اعصابه. لعيب الكوره لا، لعيب الكوره بيجري بيتحرك بيجيب جول بيفرح، عارف يعني انفعالاته بيطلعها جوه الملعب. بيخش في اجواء المباراه. حتى لو في انفعالات هي جوه الملعب فبتطلع، انما بره الملعب انت كل انفعالاتك انت جواك. انت مثلا بتجيب جول بتفرح، نفس الكلام عند بلال عند اسامه، بتلعب كره حلوه او بتلعب كره وحشه فبتلوم نفسك، بتطلع الكلام ده كله. لكن المدير الفني بيشيل جواه. على اعصابه. وتلاقي ازمات قلبيه وحاجه بلاوي يعني، فاهمني؟ بس عديت منها انت. فاهمني؟ هي ده هو ده الفرق. لكن احسن فتره مثلا لو سالتنا كلنا كده، لا طبعا انا بلعب كوره. متعه الملعب ملهاش يعني، ما فيش حاجه تسويها. ايوه صح. خالص. صح. متعه الملعب دي حاجه ثانيه خالص. طب نتكلم بقى نتكلم بقى على المرتين اللي خدنا فيهم كاس افريقيا ورا بعض.
وانت كنت في الجهاز الفني. طب نخش الاول على اول واحده. ماشي. سنه 82 دي اول كاس. ده انت لعيب صح؟ اول كاس افريقيا وانت لعيب. وانا كنت موجود في الفريق ساعتها. دي كنا اول مره نفوز بيها 3-0 في القاهره، كابتن خطيب هدفين وانا هدف، و1-0 في كوتوكو كابتن خطيب. مظبوط. كانت بطوله صعبه جدا، وكوتوكو ده فريق طبعًا مش طبيعي طبعًا. انت بتلعب منتخب غانا يعني. صحيح. عشان بس الناس بتقول اصل زمان، لا زمان، لا زمان كانت الكره افريقيا اصعب، لان زمان حته الاحتراف الخارجي ما كانش بالشكل ده. صح. زمان يا ايمن اكيد كلنا حضرنا الموضوع ده. اصعب كمان. طبعا. السفر والسفر كان مميت. طبعا احنا كنا بننام في المطارات. احنا لينا لا لينا بلاط في كينيا يعني، مطار كينيا لينا بلاط فيه. ترانزيت ترانزيت. ده احنا كنا مسمينه محطه مصر. أيوة. انت رايح جاي رايح جاي عليها اجباري على كينيا. ده انا افتكر شوبير كان دايما كينيا دي محطه، فشوبير كان بيجيب معاه كده شنطه صغيره يعملها مخده. اول ما ننزل كينيا ملوش دعوه باي حد خالص، لا 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 لا. تحت الكراسي ويروح جاي منايم وسيبنا مهزه، لا وش اتطبق، وش بقى اتطبق كده. فطبعا السفر كان اصعب بكتير زي ما اسامه كان تفضل، وقال دلوقتي الامور دلوقتي اسهل. لكن انا بتكلم على اللعب بقى واللعيبه، الاحتراف كان قليل قوي، فانت غالبا الفريق اللي بتلعبه بتلعب اقوى فريق على الاقل يا ايمن في 6 7 منتخب البلد. صحيح. يعني كان في كوتوكو، كان في كانو يا ويندي، كان في أفريكا افريكا سبورت. انت بتلعب منتخبات، عشان كده كانت البطوله صعبه. وصعوبه البطوله دي ان كنا اول مره نوصل للنهائي، وطبعا مجموعه لعيبه انت بتتكلم على كل واحد فرقه لوحده بغض النظر. يعني كنا اصغر اثنين موجودين، كنت انا وكابتن طاهر ابو زيد، كنا اصغر اثنين موجودين في الفريق. وزي ما بقول لك كسبنا 3-0 هنا، وكان بعد المباراه لعيبه كوتوكو خارجه من الملعب هي مش مصدقه ان احنا ان هم خسروا 3. بص يا كابتن، دي فروع بدون قطع كلامك، دي فروع النادي الاهلي المختلفه، والناس بتتابع من الجزيره ومدينه نصر. اليوم المعتاد ده ايمن في فروع النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله يوم الفرحه، ان شاء الله ان شاء الله يبقى فرحه وفرحه كبيره ان شاء الله. الجماهير الجميله بتاعه النادي الاهلي يا رب يا رب. فدي كانت اول بطوله كانت ليها رونق خاص كده، حلوه قوي، كانت صعبه قوي، لكن الحمد لله. في ده البطوله اللي الكابتن مصطفى خد الكاس معاه للبيت. كابتن مصطفى يونس. لا هي بص لا. هو اللحظه نفسها ايمن كانت فرحه مش طبيعيه. انت اول مره بناخد الكاس، فكل واحد عايز ياخد اللقطه بتاع الكاس. هو كان كابتن فرقه، فكابتن الكاس عايز يشيل حد، بيشيل الكاس. وانت عارف مجدي، كابتن مجدي عبد الغني برده اللي هو يعني عايز يشيل الكاس. بس لك لقطه حلوه على فكره. على فكره لقطه بتوضح مدى حب لعيبه النادي الاهلي للبطوله دي نفسها. طبعا. بعد كده بقى في اللي كنت مع مستر جوزيه، الجهاز الفني، كنت مع الجهاز الفني كابتن جوزيه، وكان كابتن حسام البدري، كنت انا الثالث. كسبنا البطوله، وبعدين كنا اول مره نلعب كاس عالم للانديه. دي كانت اول مره نطلع نلعب كاس عالم للانديه. قبل كاس العالم للانديه في الفاينل نفسه كان احساسك ايه وانت ده؟ كان في قلق، في توتر؟ يعني احنا كل ما كنا يعني مثلا من اسبوع مثلا كنا ايه مش مستسهلين، بس لسه الماتش ناقص له اسبوع، فبنقول ان شاء الله النادي الاهلي افضل، النادي الاهلي خبراته احسن، ان شاء الله هو ماتش صعب ولكن النادي الاهلي كوي. امكانياته احسن. لكن كل ما بيقرب تحس بنوع من التوتر. يمكن كنت بتكلم مع كابتن اسامه حسني قبل الاستوديو، بيقول لي انا متوتر جدا النهارده، انا النهارده قلقان جدا. قلت له ما تخافش تفائل، بس انت كجهاز فني بقى. هو مثلا الحته القلق دي ما بتجليش في الملعب، في الجهاز الفني عمره ما كنت قلقان، ودايما اللي بيطمني اللعيبه. يعني حتى كانت الفتره كان موجود فيها اسامه لعيب وانا ما كنت موجود في الجهاز، لا انا اللعيبه كانت بتطمني، مجموعه اللعيبه ما شاء الله دايما على مر العصور بتطمنك. صحيح. بص ايمن، اللي بيديك الطمانينه لعيبتك، واللي بيقلقك لعيبتك. انت في نادي لعيبتك ما شاء الله اللي لازم تديك الطمانينه على طول. يعني انا النهارده قاعد اتفرج، يعني النهارده الماتش ان شاء الله انا مش قلقان خالص الحمد لله، ما عنديش ريحه القلق، لاني انا مطمن على لعيبه النادي الاهلي، وعارف تفكيرهم ايه في اللحظه احنا بنتكلم فيها دي، وعارف تفكير البعثه ايه، وعارف ان وجود كابتن محمود الخطيب في الفندق وجود كابتن محمود الخطيب معاهم كمان، دي لوحدها دفعه قويه جدا جدا. صحيح. جدا، لانه طبعا من اساطير الكوره وافريقيا كلها، وعارف يعني ايه معنى البطوله دي، وشفناه دايما معاهم في البطولات الاخيره برغم من الصعوبات اللي هو بيعاني منها في بعض الاحيان. يعني دي اكيد، وهم اللعيبه تحس تعودوا وجود كابتن خطيب معاهم. صحيح. يعني لو كابتن خطيب مش معاهم تحس ان هم في حاجه في البعثه قلقانين. أيوة. ده اللي هي اللي بقى انت فاهمني. أيوة. لكن هو وجود كابتن خطيب اكيد بيدي طمانينه كبيره جدا للعيبه. صحيح. وحتى من غير ما اتكلم، وانا عارف ان هو ما بيتكلمش في الكوره خالص، ودي اتكلمنا فيها، كان حتى كنا بنتكلم انا وبلال وكده، كان اسامه وعاد مش معانا، ان اي رئيس نادي بيجي لعيب كوره ومش لعيب كوره عمره بيتكلم في حته فنيه خالص. مظبوط. هو ملوش دعوه بالموضوع ده، هو عارف شغله ايه فبيشتغل فيه،
عشان كده هو ده النادي الاهلي. دايما بيقول النادي الاهلي كل واحد عارف بيشتغل الحته بتاعته ايه. صحيح. في الاخر بتلاقي المنظومه زي ما حضرتك شايف كده، منظومه الحمد لله في منتهى الاحترام، منظومه عالميه بمعنى صح. الناس كلها طبعا نفسها توصل لنص النادي الاهلي، لكن الموضوع مش سهل قوي. بس كابتن خطيب بيبقى قلقان ولا شعوره واحساسه ايه؟ لا الكابتن قلقان قلقان، هو اصلا هو لعيب كان بيبقى قلقان. بس كابتن خد بالك يعني لما يبقى رئيس النادي كان لعيب كوره كبير قوي مرة بالظروف دي بيبقى حته القلق جواه اكيد. طبعا ده وضع طبيعي. انا بقول لك يا بلال لما يكون رئيس نادي يعني لا ما انا بقول لك مهندس ولا مثلا دكتور ولا اي حاجه. انا بقول لك الكابتن من اللقطات دي لا في شويه قلق جواه. اه طبعا. اصل النهارده انت ان شاء الله العشر خد بالك على المكسب يا كابتن. ايوه ما طبعا المكسب مش الخوف. بص ما في قلق يا بلال، في قلق ايجابي وفي قلق سلبي. زي ما احنا بنقول استحواذ ايجابي وسلبي. ده قلق ايجابي مش قلق سلبي، ان خايف الفريق تخسر واحنا رايحين خايفين. لا لا ده انت النادي الاهلي مظبوط، ده انت رايح مطمئن، لكن هو الان عايز العشرة. عارف انت هتبقى عايز حاجه، عايز العشرة. وطبعا الطمانينه يعني اللحظات دي على فكره مش مجرد سلام يا ايمن، مش مجرد لا لا لا, 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 لا خالص. السلام ده دعم لا 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 طبعا دعم من ناحيه كابتن خطيب ومن الناحيه الثانيه من اللعيبه، ان هو يعني ان شاء الله احنا اداء قدوده النهارده وان شاء الله يفوز النهارده بالعشره يا رب. يا رب. انت عارف يا كابتن برضو يعني عارف لما تبقى انت مقدم كل الحاجات يعني زيك زي المدير يعني لما كان رئيس النادي طبعا يعني. لما تكون مقدم كل الحاجات، جايب لعيبه على اعلى مستوى، موفر كل الامكانيات للنادي، موفر كل حاجه للمدير الفني، الاجواء بالنسبه لك رائعه جدا، في سبورت اعلامي كبير انت عامله صح. انت في ظهر المدرب وفي ظهر اللعيبه، فبتبقى انت مش خايف من حاجه، بس نفسك وامنياتك انك تحقق يعني تتوج بالحاجات اللي انت عملتها. مزبوط. كل المجهود اللي انت عملته تبقى تتمنى ان انت تتوج بيه. خاصه الاهلي عمل كل حاجه. الاهلي وفي المباراه دي يعني الاهلي هو الافضل في كل شيء. الاهلي هو بطل افريقيا، النهائي الموسم اللي قبل الماضي، بتلعب النهائي المره دي، بتلعب انت المفترض ان انت خلي بالك في اخر خمس نسخ يا كابتن بلال احنا وصلنا بالنهارده اربع مرات غلبت اثنين وكسبت واحده، وان شاء الله نكسب الثانيه باذن الله تعالى. والموسم الماضي اللي قبل الماضي طلعت من دور الثمانيه تقريبا يعني. فانت بتعمل كل حاجه وتهيئ كل الظروف عشان تكسب البطوله صح. فبتبقى انت قلقك ان انت عايز انك ربنا يكرمك بعد المجهود ده كله انك تتواجد البطوله، خاصه ان احنا المفترض فنيا واداريا وتاريخيا انت افضل من كازر تشيفز. طبعا المباراه النهائيه يعني لا تحترم بالكلام ده خالص، خاصه النهارده المباراه 90 دقيقه مش 120 دقيقه يعني. النهارده يعني لو لا قدر الله في حاجه هتلعب ان شاء الله ان شاء الله ما نوصلش ركلات الترجيح والاهلي يحسمها باذن الله تعالى يا رب. زيك بالظبط بقول لك زي الكابتن علاء، ده موضوع ثاني وبلاش خالص، ده في حته ثانيه خالص. لا لا اكيد بيقلق اما كان في الجهاز الفني اكيد بيقلق. لا هو النهارده حاجه ثانيه، انما لما كان في الجهاز الفني اكيد كان بيقلق. الجهاز الفني ما انا قلت طبعا طبعا. انما النهارده مش قلقان، انا ما بلعب كنت بلعب ماتشات ما كنتش قلقان. هي بتفرق من واحد لواحد. الواحد في الملعب على كابتن الاول بعد 10 دقايق بيحس انه خلاص دخل في اجواء الماتش. لكن هي المشكله لا وانا في الجهاز الفني لا ببقى قلقان بجد قلق مش طبيعي طول الماتش لحد ما الحكم يصفر. مع اني بقول لك ايمن الفريق ما شاء الله اللعيبه تطمنك، لكن انت برضه في سنه قلق خفيف في الجهاز الفني بالظبط. لكن لا اجيال تطمن اي حد ما شاء الله عليهم يعني. صحيح. كابتن وسام ليك ذكريات حلوه مع النهائيات، وكلنا ما ننساش في 2005 جولك في النجم الساحلي. هي دي البطوله اللي الكابتن علي كان بيقول عليها اتكلم فيها. كنا احنا يعني كجيل وقتها كنا عايزين نكتب، كل واحد يكتب تاريخ لنفسه. صحيح. نفس الجيل اللي موجود دلوقتي. صحيح. يعني كان موجود وقتها معانا اللي كان لعب افريقيا واخدها في 2001 كان وائل جمعه، كان عصام الحضري، كان حوالي 3 4 لعيبه، احمد السيد. صحيح. اللي كانوا موجودين كان احمد بلال برضو اعتقد كان موجود، شادي فخلنا 4-5 لعيبه. طب بقيه اللعيبه كلها كان ده طموحنا وكان ده الهدف بتاعنا ان احنا نحقق بطوله عشان اسمنا يكتب في تاريخ النادي الاهلي. مظبوط. ابتدينا وقتها البطوله حتى يتقال عن بطوله 2005 بطوله الارقام القياسيه. صحيح. وقتها لما وصلنا للمباراه النهائيه وعلى ما اتذكر احساسك ايه بقى قبل الماتش وانت داخل المباراه النهائيه؟ كنت خايف؟ طبعا كنت خايف. في قلق طبعا، بس القلق اللي يخليك حريص دايما انك انت عايز تكسب، التفاصيل الصغيره تهتم، عندك تركيز كبير. حتى انا فاكر المباراه دي كانت على ما اعتقد اول مباراه اكون فيها كابتن للنادي الاهلي، كانت بطوله 2005 دي. كان وقتها شادي كان في مباراه الزمالك فعمل خطا من سار مانويل خرج المباراه النهائيه، فمين الكابتن اللي بعديه؟ كنت انا موجود. حد الكابتن علاء راح ملبسني الشارع على النازلين. كان ليك بقى قبل الماتشات اللي هي النهائيه او قبل الماتشات عموما يعني ليك طقوس خاصه؟ مثلا يعني اقعد مع اللعيب دوت، ما اقعدش مع اللعيب ده، ما انزلش افطر مثلا الصبحيه، ما لو شفت مثلا مين الصبحيه تقول لا اليوم هيبقى صعب. هو انت خلي بالك اليوم ده بيبقى نفس اليوم المعتاد بتاع المباريات، بس بيبقى تركيز
زياده شويه شوي. لكن هو نفس التركيز علشان ما تخرجش بره المألوف، تحمل نفسك زياده، ضغط زياده في مباراه زي دي. لكن عندك الدوافع تلعب وسط ملعبك. المباراه الثانيه كانت عندنا في وقتها في استاد الكليه الحربيه وسط جمهورك، فخلاص يعني فريق تونس النجم الساحلي مش هيخرج الا هو خسران من على ملعبك. حتى الحمد لله ربنا اكرمنا وقتها بالهدف الاولاني، كان في الشوط الاول في هدف ابو تريكه، بعدها جبت انا الهدف الثاني، وبعدها الهدف الثالث بركات، وقدرنا نكتب بقى اسمنا كجيل في تاريخ النادي الاهلي في البطولات الافريقيه. السنه اللي بعدها وانا برضو متذكر نفس القصه بتاعت الجيل ده، لما خدنا البطوله 2005 جهاز الفني مستر جوزيه وكابتن حسام وكابتن علاء قعدوا يكلمونا كلاعيبه ازاي نحقق البطوله الثانيه ونكون متساويين مع انيمبا. انيمبا كان وقتها صح. بطل نيجيريا، محقق البطوله مرتين، فازاي نتساوى مع انيمبا ونكتب اسمنا برضو ان احنا ناخد البطوله. نفس الدوافع الموجوده مع الجيل ده، وصل افريقيا السنه اللي فاتت التاسعه، بس حقق حاجه تانية احنا ما حققناش مع اول بطوله افريقيه اليوم، كاول كاس عالم كجيل حقق المركز الثالث. فده يفرق طبعا. النهارده ما شاء الله لعيبه النادي الاهلي عندها خبرات، لعيبه في منتخب مصر، لعيبه لعبت كاس عالم، لعبوا على مستويات عاليه. فالنهارده في تيم النادي الاهلي ما شاء الله في خبرات كبيره، تقدر صحيح. النهارده من خلال الخبرات دي تتعامل مع المباراه النهارده في البطوله. لسه من فتره قريبه يعني واخدين نهائي يعني، ما كملش 6 شهور يعني، السوبر الافريقي مش بعيد طبعا. فدي كلها خبرات، ازاي تقدر تتعامل مع كايزر تشيفز النهارده باذن الله. قبل ما نروح للكابتن عادل، نروح سريعا على الهاتف مع زميلنا كريم احمد ويطمننا من هناك على اخر الاجواء. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك يا كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك ولكل نجوم السير التحليلي وجمهور النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله يا كابتن ايمن النهارده تكون فرحه كبيره لكل جمهور النادي الاهلي في مصر. يا رب كلها يا رب ان شاء الله باذن الله. ربنا كافل عادتنا المجهود كبير جدا الحقيقه الفتره اللي فاتت، سواء مع التدريبات اللي كانت في القاهره ثم 72 ساعه تحديدا اللي تواجدنا فيهم هنا في الدار البيضاء، حاله من التركيز، حاله من الحماس، حاله من الاصرار بنشوفها في التدريبات، مديانا تفاؤل وطمانينه، لكن الطمانينه بحرص كبير جدا مع كل اللعيبه، اللعيبه عارفه اهميه المباراه، ويمكن كل الاحترام اكيد لكايزر تشيف، واحد من يمكن الفرق المميزه جدا، كل السيناريوهات موجوده مع بيكسو موسيماني، التحضير كان رائع ومميز جدا، وجود الحقيقه الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره يمكن دفعه كبيره ودفعه معنويه كبيره جدا، وده امر مهم الحقيقه الفتره اللي فاتت، وكل لحظه الحقيقه مجلس الاداره بيساند كابتن محمود الخطيب لحظه بلحظه مع الفريق مع الكابتن سيد، كلماته بسيطه مع اللاعبين، بيمشي مع اللعيب، لو كلمه بسيطه بتحفز بشكل كبير جدا ومردوده الحقيقه بيبان في الملعب. احنا كابتن ايمن خلاص وصلنا الى مركب محمد الخامس اللي هيستقبل هذه المباراه، درجه الحراره في التوقيت ده نقدر نقول 29 او 28، لكن ساعه بالظبط ان شاء الله مع توقيت المباراه 8 مساء هنا 9 مساء بالقاهره، درجه الحراره هتكون 24 و25 والجو بيكون فيه بروده، فيا رب يكون الجو طيب لكل فريق النادي الاهلي وكل المناخ والظروف تكون معانا. ونسبه الرطوبه عندك في رطوبه ولا مفيش رطوبه يا كريم؟ لا الرطوبه قليله يا كابتن ايمن، ما نقدرش نقول الرطوبه عاليه مقارنه طبعا بكل يمكن المباريات اللي احنا خدناها في افريقيا، لا الجو مميز جدا في التوقيت تحديدا اللي هيكون الساعه 8، الاجواء الحمد لله حتى هذه اللحظه مطمئنه، لا يوجد اي من الجمهور، تشديدات عاليه جدا ومكثفه من الكاس الحقيقه، دخولنا وخروجنا، دخول اللاعبين لازم ترتدي الاي تي اماكن مخصصه، فيمكن الكاس مهتم بشكل كبير جدا ويمكن عامل اجراءات مميزه جدا في استاد مركب محمد الخامس. ولكن في التزام عندك ان مفيش جمهور لحد دلوقتي صح؟ حتى لو بنسب بسيطه. طبعا مفيش ولا اي فرد متواجد يا كابتن ايمن في المدرجات بالكامل، المتواجد فقط لا غير هي بعثه النادي الاهلي وبعثه كايزر تشيفز وعدد قليل جدا من الاعلام والصحفيين المصرح ليهم يكونوا متواجدين في الملعب، فرد واحد بيكون متواجد في الملعب وباقي البعثه كلها في الكامل متواجده مع اعضاء مجلس الاداره، في حرص شديد جدا وفي التزام بالتعليمات كثيره جدا وكبيره جدا لكلا الفريقين وكلا البعثتين. طمني على الحاله المعنويه للفريق والبعثه ككل. الحاله المعنويه مرتفعه جدا الحقيقه كابتن ايمن، والتركيز كبير جدا، ويمكن ده اللي احنا قلناه والتدريبات كان واضح جدا، حماس لعيبه النادي الاهلي، كل تدريب بيكون في تصفيق حر من بيكسو موسيماني لبعض من اللعيبه للمجموعه بالكامل، لان الراجل الحقيقه ادى تدريبات مميزه جدا، قراءته كانت باينه بشكل كبير، التكتيك هيبقى ايه؟ السيناريوهات موزعه على المباراه بالكامل، الراجل اكد على اكثر من نقطه وهي الكرات العرضيه، الكرات الثابته، تمركزاتنا، المرتدات، التخطيط العكسيه، كل الامور دي الحقيقه لعبتنا كانت بتاديها بشكل مميز جدا، وكل تدريب كان فيه تحيه كبيره جدا لبيكسو موسيماني لكل اللاعبين لان واضح التركيز يا كابتن ايمن. قريت كمان ان كان في تدريب على ضربات الجزاء. كل مران الحقيقه كابتن ايمن، يعني كل مران لبيكسو موسيماني في اخر فقره من التدريب كل اللعيبه بتشوط ضربات جزاء، كل اللعيبه ممكن ان شاء الله ما نوصلهاش باذن الله.
كانت اللعيبه موفقه الحمد لله في حفظ السنه والحقيقه موفق جدا. فيا رب ان شاء الله ما نوصلش للمرحله دي، ما نوصلش الاكسترا تايم، يا رب ان شاء الله 90 دقيقه ننهيها ان شاء الله باذن الله، ونشوف لعيبه النادي الاهلي تتفوق دي البطوله رقم 10 اللي تدخل دولاب ببطوله النادي الاهلي باذن الله. كريم شكرا جزيلا لزميلنا العزيز كريم احمد، ودايما متواصلين معاك عشان تقول لنا الجديد دايما عندك يا كريم. كابتن عادل، يعني انت كنت في فتره من ازهى فترات او عصور النادي الاهلي مع مستر مانويل جوزيه، يمكن كان ليك الشرف انك لعبت كمان مباراه سوبر، مباراه كايزر تشيفز، مباراه كايزر تشيفز برضه اللي احنا كسبنا فيها 4-1، وكنت موجود في مباراه سان داونز بس ما لعبتش مباراه سان داونز. ولكن تواجدت ولعبت في مباراه كايزر تشيفز، كنت موجود في مباراه السوبر. احساسك ايه قبل الماتش بقى؟ لا احساس كان مختلف في الفتره دي بالذات، لان كان اول مره في طريق، يعني اول مره وانا بلعب فكري يتغير في جوه التدريب. ازاي بقى؟ لان المباراه كانت متشابهه، الاجواء كانت متشابهه، مباراه من 90 دقيقه من شوط واحد، وكنت بتلعب فريق كايزر تشيفز نفس ستايل لعبهم دلوقتي، نفس طريقتهم، هو بيقفوا وهجمه مرتده ونفس الطريقه بالظبط، عندهم سرعات عاليه جدا وتحضيرهم قليل جدا، بيخليوك تيجي نص ملعبهم وتشتغل. قعدنا كنا معسكرين في الاسماعيليه اسبوع ما بنعملش حاجه، بننزل بنسخن تكتيك. التكتيك ايه بقى؟ انت واقف في نص ملعبك، ما بتعملش حاجه ثانيه. فاحنا قعدنا كلنا نفكر، كان حسام غالي قاعد معايا في الاوضه ساعتها، قلت له احنا هنلعب في استاد القاهره، هنفضل واقفين في نص ملعبنا ونستنى؟ قال لي مش عارف. قال لي لما كلنا كنا مستغربين يعني، وفعلا السيناريو قعدنا نتفرج عليهم بالفيديو كتير جدا، نفس الطريقه دلوقتي، بيسيبوا لك الاستحواذ، يدوك الكره طول المباراه، ويفضل يروح رايح بواحده مخلص الماتش. كل ماتش مستر مانويل مستني في نص الملعب. مستر مانويل لعبنا في استاد القاهره، كنا بنلعب ببيبي ورضا شحاته، بنلعب ثلاثه في نص الملعب، كنت انا وحسام غالي وجلبرتو، وكنت بلعب بخمسه، وبيبي ورضا شحاته فاتحين بيلعبوا في الودين، واقفين على الدايره. الكل الشوط الاول كله فيه حوالي 4 انفرادات من نفس الطريقه، هم اخذوا الكوره الاستحواذ، قتل السرعات بتاعتهم، وفي نفس الوقت لعب على سرعاتنا. كان بيبو ورضا كان سرعات رهيبه في الفتره دي، كان معاهم بلال وكان معاهم فاروق وكان موجود اسامه، كان في خط لاين فيرود يعني محترم جدا ومتنوع. فاحنا اول مباراه حتى وانت بتشتغل لا المباراه دي معلقه معايا جدا، ان انت فرقه سبت لها الاستحواذ في وسط ملعبك، وكان في جمهور كبير جدا، السكة مقفول، فكان موضوع صعب بالنسبه لنا احنا، كان غريب. غيرت اسلوب لعبهم، انت غيرت خالص بقى، انت لعبت انت بقى ايه، انت كمان غيرت، لان احنا كنا قبلها بنلعب ازاي؟ قبلها كنا بنلعب 3-4، وكان بلال وبيبو ورضا او اسامه وفاروق ومثلا حد، يعني في سرعات. المباراه دي غير خالص، راح مقفل نص الملعب وقاعد بفرودين، ولعبنا على سرعات فيها. والشوط الثاني راح منزل ولي صلاح الدين، كان مرتب المباراه بشكل كويس، نفس الطريقه مشابهه للنهارده بالظبط. الاستحواذ لو جيت لمسكت فرقه كايزر تشيفز دلوقتي، هتلاقي اقصى مباراه لعبوها في مباراه افريقيا الاستحواذ ما عداش 35%، 34%، 32%، 29%، لو جبنا احصائياتهم هتلاقي نفس ما لهمش دعوه بالاستحواذ خالص، بيديك الكوره ويقول لك انت اتفضل وانا هلعب على الهجمه المرتده. وده اللي حصل في مباراه الوداد في المغرب. مظبوط، 28% 28%. وفي وعندهم برضو عادل على فكره الوداد في المغرب، وعندهم نفس الشيء. حتى بلال كنا بنتفرج على المباراه هنا. مظبوط، بلال عمال يقول ايه اللي جون عماد ضيع دي في مباراه الوداد، فاكر يا كابتن علاء؟ فمباراه متشابهه جدا، السيناريو متشابه، فاتمنى ان برضو انه يكون التعامل معاه النهارده طبعا لما نيجي للفنيات. بس دي كانت ذكرياتي مع كايزر تشيفز، كانت مباراه مميزه، كسبنا 4-1 وضيعنا كم جول مش طبيعي يعني. صحيح كابتن علاء، الماتش تاريخي النهارده، و90 دقيقه تساوي لقب جديد. كل الناس بتتكلم عن اسلوب لعب زي ما كابتن عادل بيقول، اسلوب لعب كايزر تشيفز. طبعا مستر موسيماني يمكن ادرى واحد واكتر واحد على علم وعلى درايه بفريق كايزر تشيفز، وعارف ان هو دايما في الماتشات الكبيره، لان انا شفت له ماتشات مع الفرق المتوسطه والفرق الصغيره، لا مش ده اسلوب اللعب اللي بيلعبه، ولكن مع الفرق الكبيره هو اسلوب واحد زي ما كابتن عادل قال وزي ما حضرتك قلت. ازاي مستر موسيماني هيتعامل النهارده مع كايزر تشيفز؟ انت سالتني سؤال في اول الاستوديو خالص على التشكيل النهارده. بالظبط كويس، انا جاوبتك الاستوديو اللي فات، قلت لي هيلعب بنفس التشكيل. لان هو الفتره اللي فاتت يا ايمن مستر موسيماني ما كانش بيغير في الشكل، كان ممكن يغير في الافراد. لكن في بعض هو تقريبا كان 90% من شكل الفريق هو خلاص استقر عليه تماما، لكن كان في اوقات بيدي بعض اللعيبه وراح بعض اللعيبه، لكن هو يعني مثلا ما كانش عندك شك ان هو مثلا زي ما مستر مانويل كده ساب له الاستحواذ للماتش اللي زمان يعمل دوت. حاجه تغيير انه يلعب مثلا ثلاثه ورا في بعض يسيب له الاستحواذ. كنا في الاستوديو اللي فات كان هيلعب بثلاثه نص ملعب. مظبوط
هو خلاص الشكل ده هيلعب بيه لان هو عارف هيلعب مين محضر طريقته كويس قوي والافراد اللي هتنفذ الطريقه. هو بس كان كل اختلاف انا حتى انا فاكر قلت لك كلمه واحده بس بلكن ولا قلت لك هو المشكله ديانجا والسوليه بس لكن اللي موجود اساسي هو حمدي فتحي واتكلمنا عن حمدي فتحي الفتره دي ليه هو موجود لكن هي دايما السوليه او ديانجا والاثنين ما اعتقدش هيبقى فيه فرق كبير في الشكل ودي حاجه كويسه ان هي مريحاه كمدير فني صحيح. ما عندوش مشكله في الحته دي خالص لكن ثلاثه وهيلعب محمد مجدي متحرر جدا لان الفريده عايز كده ايمن عايز حد يقدر يلعب التمريره اللي هي البينيه اللي يقدر يلاقي فيها المساحه. طب بص يا كابتن معانا كنا بنتكلم عن الاستحواذ من شويه المعادل اتكلم فيها بص المعدل المعدل في ماتش الوداد في الذهاب 28% التمريرات الصحيحه عارف 134 206 يعني المدافعين بيوصلوا يعني بعض بالظبط كده المعدل الاستحواذ على ملعبه حتى كان سايب الاستحواذ للسهيله هو ما بيفكرش هو ده اسلوب لعب زي اتلتيكو مدريد يا كابتن علي بيلعب نفس الطريقه وبيلعب على المرتد ده اسلوب لعب لعيبه اتحفظته في كل المباريات خلاص بس اسامه هو بيلعب افريقيا ثلاثه بيلعب في الدوري باربعه صح ايوه مختلف تماما صح مختلف مع الخصوم يعني مع الفرق الكبيره بس مع الشكل الدفاعي ان ثلاثه بس مش مع كل الفرق مظبوط مش مع كل الفرق مظبوط كان بيلعبوا عادي بيكلموا فيها الدايم الفرق الاقوى منه عادي بالظبط كده بيلعب بثلاثه ورا لكن فريق بيلعب بفرقه عاديه لا بيلعب باربعه وهي مش معناها ثلاثه خلي بالك لا انا فاهم معناها خمسه هي مش هيبقى خمسه ايوه يبقى كمان هيبقى نص الملعب عليهم سبعه يعني لما نيجي نتكلم عليه فنيا كل الكور اللي بيدافع فيها بيدافع بسبعه وثمانيه ويسيب واحد او اثنين بكتير قوي قدام لكن بتبقى حتى الزحمه اللي بيعملها دي ايمن بتبقى فيها مشاكل في المساحات مظبوط اما نيجي نتكلم عليهم فنيا لكن مستر موسيماني يعني الشكل ده هو ده المحبب اليه حتى لو غيروا بعض المباريات في افريقيا برضو كان اسامه موجود معانا وكان هاني وكان بلال انا عادل كمان غير مره لعب بثلاثه في نص الملعب أيوة. اللي هم ثلاثه فلات أيوة. ولعب بمجدي بس ما لعبش على ما لعبش 10 لعب بثلاثه ورا كابتن يعني التغيير ايمن في بعض المباريات مش هتبقى هو دي العاده بتاعته أيوة. ناس كتير توقعت ان هو يلعب بثلاثه في نص الملعب عشان دايما بيلعبها لا خالص هي بس كانت فكره زي مثلا ما لعب مباراه دوري هنا راح قالب الطريقه 4-4-2 صح لما كنا 0-0 تقريبا مع المقاولين وبعدين جبنا الجول رجع تاني طريقته فده على فكره حاجه صحيه جدا لكن الشكل اللي مرسوم قدامنا ده هو ده اللي كان في دماغ مستر موسيماني اللي هو ده اثنين على الاطراف محمد مجدي عنده مساحات اللي هي هنطلع الشحات على الطرف وطاهر على الطرف اللي هو الوضع الطبيعي 4-2-3-1 الوضع الطبيعي زي أيوة. بس كده وطاهر كمان قدام بس ده أيوة. الوضع الطبيعي اللي مستر موسيماني بيحبه في طريقه لعب النادي الاهلي الاطراف معموله كويس قوي طاهر ما شاء الله والشحات واصلين له فورمه عاليه اللي هم لازم موجودين فيها محمد مجدي خلاص يعني ما فيش كلام عليه ولا هو محمد شريف اثنين ما شاء الله بيفرقوا معاك ويعملوا لك فرق في ثانيه نفس الكلام في اثنين نص الملعب هو ما عندوش مستر موسيماني ما عندوش مشكله في التشكيل ده حتى لو غيرت افراد ايمن هو اللي بيلعب مكان اللاعب نفسه ما فيش مشكله فيه بس في ادوار النهارده كابتن علاء هتختلف النهارده في الملعب مع الطريقه دي الطريقه اللي بيلعب بيها موسيماني في عمليه المرتدات بتاعه كايزر تشيفز النهارده الباكين علي معلول واكرم توفيق هيكون لهم النهارده وظائف ثانيه في حاله لو ايوه زي ما علي معلول طلع في الهجمه أكرم توفيق لازم يقف وكانك بتلعب ثلاثه ورا ايمن اشرف وبدر بنون واكرم اللي هينفذ لك دي هو ما كان فيها مشكله أيوة. حمدي فتحي هو في المكان ده عشان كده بقول لك حمدي فتحي مستر موسيماني ما بيستغناش عنه في المكان ده بس انا بتكلم في حاجه ثانيه انا فاهم حمدي هيبقى في قلب الملعب جنب السوليه يا ديانج مش موجود انا فاهم ثلاثه فالنهارده تواجد حمدي هيكون اكتر في عمليه نص الملعب بعد اذنك يا كابتن ممكن نروح بس نتابع المراسلين وبعدين الفنيات هنيجي نخش فيها لان قدامنا كلام كتير قوي فيها دي هنروح لزمايلنا الاعزاء في اهلي الجزيره واهلي مدينه نصر واهلي الشيخ زايد معانا مريم سميح اولا من اهلي الجزيره مساء الخير يا مريم اتفضلي مساء الخير عليك يا كابتن ايمن برحب بيك طبعا وبكل ضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي وكمان برحب بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان من داخل مقر النادي الاهلي هنا بالجزيره يعني عايز انقل لحضرتك الاجواء والاستعدادات كمان اللي كمان يعني يمكن شغاله منذ امس وليس فقط منذ صباح الباكر او صباح اليوم استعدادا طبعا لمباراه الاهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري ابطال افريقيا خلينا نتكلم عن استعدادات يا كابتن ايمن يمكن الاستعدادات على
على قدم وساق، يعني كل حاجة هنا كانت جاهزة. يمكن في 8 شاشات عملاقة لاستقبال الأعضاء، منهم 2 شاشة عملاقة كمان بالنسبة للكراسي. طبعا كانوا عاملين حسابهم ان هيكون في توافد كبير جدا من قبل الأعضاء على مقر النادي الأهلي هنا بالجزيرة تحديدا، بخلاف طبعا فرعي الأهلي مدينة نصر وأهلي الشيخ زايد. الكراسي يمكن ما يقرب، تم يعني الاستعانة بما يقرب 1500 ل2000 كرسي بخلاف كراسي النادي الأصلية. كمان تم تجهيز الحديقة الرئيسية استعدادا لاستقبال الأعضاء، ولكن ده طبعا مع تجهيز ممرات آمنة حتى لا تعوق الحركة الخاصة بالأعضاء. كمان عايزين نقول انه يعني القائمين هنا على مقر النادي الأهلي بالجزيرة يمكن رفعوا حالة الطوارئ، منعوا كل الاجازات لكل العماله سواء على مستوى افراد الامن او كمان كل العاملين بالمنافذ والمطاعم وكل الادارات الخاصه لخدمه الاعضاء. يمكن ما فيش حد خالص يا كابتن ايمن كان اجازه النهارده، يمكن كل ده هيتعوض خلال الايام المقبله طبعا، ولكن النهارده تم منع كل الاجازات. كمان عايزين نتكلم ان اعمال الصيانه تمت على قدم وساق لاستقبال اعضاء النادي الاهلي هنا بالجزيره. زي ما انت شايف طبعا خلفي يا كابتن ايمن اقبال شديد وكبير جدا، ولكن على قد ما قدروا طبعا القائمين على النادي الاهلي سواء افراد الامن وكل القائمين على الخدمات ان هم يعني يطبقوا الاجراءات الاحترازيه على قد ما يقدروا، ولكن طبعا يعني الاقبال شديد جدا. يمكن تيشرت النادي الاهلي هي ليها الكلمه الاولى والوحيده، حوالي 90% من اعضاء النادي الاهلي كانوا مرتديين تيشرت النادي الاهلي، كبار السن كمان صغار السن وكل الرواد هنا، يعني زي ما حضرتك شايف ورايا كل الناس عماله تقول يا رب على الحلوه والمره معاه. كل الناس عمالين بيتكلموا قد ايه رهانهم على لعيبه النادي الاهلي ان هم يجيبوا النجمه العاشره باذن الله، وكمان علشان يكون العيد عيدين. دي كانت كل اجواءنا هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. بشكرك جدا يا كابتن ايمن، العوده ليك مره اخرى. ومن زميلتنا مريم سميح نروح لاهلي مدينه نصر وزميلنا العزيز فاروق صلاح. مساء الخير يا فاروق. كل التحيه ليك يا كابتن ايمن، والتحيه والشكر موصول ايضا لضيوفك الكرام كابتن علاء ميهوب، الكابتن احمد بلال، والكابتن اسامه حسني، والكابتن عادل مصطفى. ومن هنا من داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر وسط اجواء جماهيريه اكثر من رائعه واقبال، يعني على الرغم من ارتفاع درجات الحراره لكن اقبال منذ الساعات الاولى لليوم، اقبال وشغل يعني بادئ من منذ امس. والدور الاداره التنفيذيه في النادي الاهلي والعميد احمد الايهاب النحاس مدير فرع مدينه نصر، وايضا الدكتور هبه منير مديرة الخدمات، في ناس كانت بايتة هنا من امبارح يا كابتن أيمن علشان تقدر تقوم بتنظيم الشكل بالصورة اللي احنا شايفينها داخل فرع النادي الأهلي بمدينة نصر. النادي الأهلي النهارده داخل فرع مدينة نصر مخصص أكتر من 7 أماكن لمشاهدة اللقاء، بتبدأ من عند الباب الخلفي من المنطقة الترفيهية، ثم منطقة الخاصة بمنطقة صالة الكاراتيه والألعاب الجماعية، وأيضا منطقة الفود كورت اللي احنا موجودين فيها، وأيضا الحديقة الاستثمارية، وأيضا مجمع حمامات السباحة. وتم تخصيص مكان في المبنى الاداري او المبنى الاجتماعي، وده خاص بكبار السن والعائلات. عايز اقول لك هنا يعني منذ الساعات الاولى لليوم اقبال كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي، اعداد الجماهير هنا او الاعضاء تتجاوز ال10 او ال15 الف موجودين، الجميع بيساند، الجميع بيؤازر، الجميع مبسوط بالتواجد داخل فرع النادي الاهلي بمدينه نصر. عايز اقول لك كمان من النقاط المهمه يعني حركه ايضا بائع الاعلام الموجودين خارج فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، متواجدين في كل مكان، كل اللي داخل فرع النادي الاهلي مع العلم. الجميع طبعا قبل ساعات من اللقاء كانوا استوديوهات تحليليه على يعني مجالس اعضاء النادي الاهلي بيتكلموا على تشكيل النادي الاهلي، الثقه في بيتسو موسيماني، رسالتهم للعيبه النادي الاهلي. ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي النهارده قادرين على تحقيق البطوله، تحقيق النجمه العاشره، وهنكون موجودين معاك ان شاء الله يا كابتن ايمن يعني عقب المباراه ان شاء الله ننقل فرحه احتفال وفرحه الاعضاء من هنا من فرع مدينه نصر من جديد. تعود الكلمه ليك مره ثانيه يا كابتن ايمن. ومن زميلنا فاروق صلاح نروح لزميلتنا هنا ابو القاسم لاهلي الشيخ زايد ونشوف اخر الاخبار واخر الاجواء عندها ايه. مساء الخير يا هنا، اتفضلي.
مرحبا بحضرتك كابتن ايمن وبضيوفك الكرام وكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان من داخل فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد، وهنقل لكم اخر الاستعدادات وكمان الاجواء طبعا قبل انطلاق نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا بين بطل افريقيا النادي الاهلي وكايزر تشيفز. يعني خلاص زي ما قلت دقائق قليله بتفصلنا عن انطلاق المباراه. النادي الاهلي على بعد خطوه واحده من تحقيق مجد جديد. خليني اقول لحضرتك انه في حاله من الحماس والترقب هنا بفرع الشيخ زايد، يعني كله منتظر بدايه المباراه. الاعضاء بالفعل متواجدين منذ ساعات كعاده اعضاء النادي الاهلي بيحبوا يتابعوا المباريات المهمه داخل النادي في اجواء الحقيقه اكثر من رائعه وبتكون اجواء مميزه جدا. يعني كنا بنتكلم مع بعض الاعضاء قبل اللايف مباشره، يمكن في بعض شعور القلق، طبعا مباراه مهمه جدا، مباراه بطوله، لكن ايضا شعور التوتر الحقيقه ممزوج بثقه كبيره في رجال النادي الاهلي، وان شاء الله هيكونوا 11 راجل في الملعب وهيكونوا قد المسؤوليه زي ما عودونا دايما وهيقدروا يقتنصوا النجمه العشره. يعني ده على صعيد الاجواء. خليني كمان انقل لحضراتكم كمان كل الاستعدادات من داخل فرع الشيخ زايد. الحقيقه ان في مجهود كبير جدا مبذول من قبل الاداره التنفيذيه بفرع الشيخ زايد طبعا بقياده اللواء خالد عبد الرحمن. يعني يمكن موفرين 6 شاشات عملاقه للاعضاء وايضا اكثر من 2500 كرسي، كل ده طبعا لخدمه الاعضاء وتوفير الراحه ليهم. قبل ما اختم كلامي طبعا حابه اضم صوتي لصوت كل الاهلاويه واتمنى لفريقنا النهارده كل التوفيق، ان شاء الله يقتنصوا النجمه العشره. يمكن النادي الاهلي كان ملك افريقيا 2020 ويكون ايضا ملك افريقيا 2021. يعني دي كانت ابرز الاجواء والاستعدادات من داخل فرع الشيخ زايد. العوده لحضرتك مره اخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا لزمايلنا الاعزاء مريم سميح وفاروق صلاح وهنا ابو القاسم. وزي ما شفنا ان شاء الله ان شاء الله الاجواء مهيئه وكل الناس مترقبه بفوز النادي الاهلي النهارده. هنروح لتقرير بعنوان نسور الاهلي في مواجهه تاريخيه مع كايزر تشيفز لاقتناص اللقب الافريقي. في تحد جديد لبطل القارة يدخل نسور الأهلي اختبارا صعبا الليلة حينما يواجه نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. ويتطلع الأهلي تحت قيادة مدربه بيتسو موسيماني للاحتفاظ باللقب القاري الذي حققه في النسخة السابقة على حساب الزمالك، كما أن تحقيق تلك البطولة سيمنح الأهلي رقما قياسيا بالوصول إلى اللقب العاشر في مسيرته بدوري الأبطال. وكعادة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس البعثة في المغرب، فهو لا يتخلى عن الفريق في الظروف الصعبة والأوقات الحاسمة، حيث كان حريصا على دعم وتحفيز اللاعبين من أجل تحقيق حلم العاشرة. ووسط تحضيرات الجهاز الفني للأهلي لاقتناص النجمة العاشرة، اطمأن موسيماني على جاهزية محمد الشناوي وكذلك ظهير الأيسر علي معلول، وتأكدت جاهزية كل اللاعبين من أجل تقديم عرض قوي والفوز بالبطولة لإسعاد الجماهير. وعقد بيتسو عدة جلسات مع اللاعبين من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز على كايزر تشيفز، مؤكدا أن المنافس صعب ولن تكون مواجهته سهلة على الإطلاق، خاصة أن الأهلي أصبح كتابا مفتوحا لكل فرق القارة. وقام موسيماني بعقد محاضرات فنية للاعبين من أجل الحديث عن مواطن القوة والضعف في فريق كايزر تشيفز، وطالب الجميع بالحذر الشديد مع ضرورة محاولة إنهاء المباراة مبكرة واستغلال أنصاف الفرص من أجل تسجيل الأهداف. وعلى جانب آخر، فإن فريق كايزر تشيفز وصل للنهائي الإفريقي لأول مرة في تاريخه بعدما تغلب على الوداد المغربي بالفوز عليه بهدف نظيف في الدار البيضاء والتعادل سلبيا في جنوب إفريقيا. ويمتلك فريق كايزر تشيفز عددا من اللاعبين المميزين وعلى رأسهم سمير نوركوفيتش والبرازيلي كاسترو وبرنارد باكر وليبو غانغ مانياما والحارس إيتوميلينغ خوني. ويتميز الفريق الجنوب أفريقي بالدفاع القوي والاعتماد على الهجمات المرتدة، كما يركز ستيوارت باكستر المدير الفني لكايزر تشيفز على استغلال الكرات العرضية والتي سجل بها الفريق أكثر من هدف خلال مشواره في دوري أبطال إفريقيا.
بتفائل انا بالاجواء دي قوي. يعني دايما قبل البطولات الكبيره الواحد بيحب يعرف كل حاجه، كل كبيره وصغيره، وخصوصا لما تكون بعيد شويه عن النادي الاهلي، بنبقى عايزين نعرف كل كبيره وصغيره. زي الجمهور بيبقى عارف، عايز يعرف كل كبيره وصغيره دلوقتي، اللعيبه، الجهاز الفني، التفكير ازاي، مجلس الاداره، طب المستر موسيماني بيفكر ازاي، او المدير الفني بيفكر ازاي. كل ده قلق، واحيانا بتصل لمرحله التوتر، ولكن التوتر اللي هو فيه ثقه، يعني في حذر ولكن في ثقه، في تفاؤل. لا انا قلت لكم انا بحب دايما التفاؤل. كابتن اسامه حسني النهارده بيقول لي انا قلقان، قلت له حتى القلق لازم يكون معاه نوع من انواع التفاؤل. لازم يبقى عندك قلق، دي ظاهره صحيه، وظاهره صحيه كويسه، ظاهره ايجابيه، ومع لعيبه النادي الاهلي ظاهره ايجابيه، ولكن عندك ثقه في ربنا وفي لعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني ومجلس ادارته. كابتن عادل، رؤيتك بقى الفنيه لماتش النهارده. مباراه صعبه، وانا بضم صوتي لصوت اسامه. انا برضو يعني ما بحبش الماتشات اللي انت داخلها، احنا كمصريين بقى مش النادي الاهلي، لما بحبش الماتشات اللي داخلها وانت نسبه الـ الثقه عندك ازيد من الفريق المنافس. عند مين الثقه دي؟ عندنا كلنا، عند المصريين كجمهور. كجمهور، واخد بالك كل حاجه بتبقى موجوده بتتنقل للعيبه. اللعيب برضو بيشوف السوشيال ميديا، وبيشوف وحتى بيشوف الفرقه اللي بيلعبها. فانا النهارده شايف ان المباراه تحضيرها انك ازاي تدخل المباراه دي مش انت الاحسن. ازاي؟ جوه مع مستر موسيماني. في الملعب، في الملعب جوه الملعب لازم تتعامل مع المباراه ان انت اول حاجه ما تبقاش متسرع، لان انت هيتنقل لك الضغط ان انت الفرقه الاحسن والفرقه الاقوى، في فرقه هتفضل دافع طول المباراه، فانت متسرع انك تخلص المباراه. فده مبدئيا دي اول نقطه، لو النادي الاهلي راحها هيفقد جزء كبير جدا من تركيزه جوه المباراه، انك ما تبقاش متسرع. كويس، طب هو المفروض البدايه تبقى ازاي؟ لا، بدايه عاديه ولكن ما تبقاش فيها تسرع. المباراه المره دي مختلفه شويه، المباراه من شوط واحد. مباراه النهائيات في العموم بتبقى رايح جاي، بتلعب بره ملعبك او بتروح مباراه الذهاب او الاياب. مباراه الاياب بتبقى رايح، انت عارف ايه اللي حصل، عملت ايه في ملعبك، عملت نتيجه ايجابيه او نتيجه سلبيه، فبتبدا تبني عليها. النهارده الامور مختلفه، النهارده الامور بتلعب خصم هو مش احسن الخصوم اللي كانت موجوده في الفتره اللي فاتت. لو جينا لفرقه الدور الثمانيه ما كانش مرشحين، اقل فرقه هم وسيمبا كانوا موجودين في دور الثمانيه. صحيح، فدي برده من الحاجات الخطر او المقلقه اللي احنا ما بنحبهاش. احنا عامه طول حياتنا في يعني جانب بره الفنيات شويه، ان انت لما بتدخل مباراه وانت عندك 50-50 بتادي احسن حاجه، لو انت عندك اقل كمان 40-60 انت احسن حاجه، لكن لما تدخل مباراه وانت طول الوقت شايف انت مرشح، دي شويه بتقلقني. لان احنا لو شفنا كل الماتش، يعني بطوله السنه اللي فاتت انت ما كنتش حاسس ان انت هتاخد البطوله من دور الاربعه. ايوه، كلنا عندنا تخوف. انا قلت لك طالما في تخوف انا ما قلقش. ايوه، المره دي انا حاسس، انا قلقان من عدم التخوف، ان احنا شويه حاسين ان احنا الضغوط هتتنقل علينا. أيوة، وانا مش حابب ده، لان انت هتلاعب فرقه مستواها مش اعلى حاجه، ولكن جوه المباراه خطر. صح، بدليل ان هو كسب بالوداد في ملعبه، ومهما كانت امكانياته ما ينفعش تقلل منه، والفيصل بيني وبينك في الاخر الملعب، ومباراه الواحده بتبقى سهله للفرق دي. فانا دي اتمنى ان المباراه من بره، من قبل المباراه التحضير يبقى جيد. جوه المباراه في حاجات كتير جدا، بتلعب فرقه هتدافع طول المباراه، فرقه هتلعب على كره ثابته، فرقه هتلعب على كره عرضيه. عندنا حاجات لازم بقى نشتغل عليها من بدري. اول حاجه في الكره العرضيه لازم تقفل على فروزلر الباك رايت، مهم جدا انك تمنع الكروس من البدايه، لان هم 70% من كره الخطر هو من عند الراجل ده، اذا كانت كور ثابته او اذا كانت كور متحركه. في راجل مهم جدا نوركوفيتش، لكن نوركوفيتش عشان اقفل عليه من البدايه لازم امنع الكروس من الاول. لو منعت الكروس يبقى انا شليت 70% من فرقه كايزر تشيفز، مع ان انا اقلل الكرات المقطوعه في نص الملعب. كويس، الكرات العرضيه الكتير مش مطلوبه لانهم هيلعبوا عليها، حتى الكرات العرضيه لازم تبقى مصحوبه بواحده طوليه وترجع لك تاني. لازم طول الوقت ابقى مركز ان انا ما تقطعش مني كوره في نص الملعب. التغطيه العكسيه من اكرم توفيق مهمه جدا، لان الراجل نوركوفيتش ده كل تسجيلاته مش من جوه، من جوه الصندوق، ولكن الكرات العرضيه من كايزر تشيفز. انا بتكلم على الحاجات اللي احنا محتاجين. بص، المباراه احنا داخلين مباراه كل الناس هتتكلم عن النواحي الهجوميه في النادي الاهلي. ايوه، فبالتالي انت كايزر تشيفز هيفضل يدافع، طب هو لما يهاجم انت هتعمل ايه؟ انت محتاج ده. انا شايف ان النواحي الهجوميه النادي الاهلي ما عندوش مشكله فيها خالص، لان النادي الاهلي الفتره اللي فاتت انا شايف ان هي فتره من احسن فترات مع موسيماني في الاداء. بعيد بقى عن النتائج، في الاداء لا، النادي الاهلي بيأدي كويس، وصلنا لاحسن تشكيل، وصلنا عندك فيرود اساسي متعتمد عليه ان هو محمد شريف. الفتره في البدايه كان محمد شريف
ولا مين تاني، ولا صلاح ولا مروان، ما تعرف. لكن دلوقتي في شكل ثابت، وفي شكل بقى فيه ثقه في اللعيبه اللي موجوده. صح. عندك رأسانة لعب رقم 10 موجود عندك بشكل مميز، عندك لعيبه نص ملعب. فانا شايف ان الشق الهجومي النادي الاهلي ما فيهوش مشكله خالص. كويس. انا شايف المباراه النهارده هي الشق الدفاعي، انت هتشتغله ازاي. انت قلقان من الشق الدفاعي؟ انا مش قلقان من هجوميا، لان انت ممكن تسجل في اي وقت في المباراه. انا الشق الهجومي المباراه دي لازم اشتغل فيها بشق هجومي بشق دفاعي بشكل جيد، ابقى مركز فيها، لان انا وارد ان انا ما بقاش موفق في تسجيل الاهداف. وارد ما بقاش موفق. أيوة. وارد ان انا الفرقه تقفل عليا بشكل كويس، فده ما فيهوش مشكله. لكن ان انا لازم امنع الكرات الثابته اقللها جدا. الكره العرضيه لا امنعها من البدايه من فروزلر ونوركوفيتش، الكره العكسيه عند اكرم توفيق، دول هم دي فرقه الكايزر تشيفز. والكاونتر اتاك، كاونتر اتاك حمدي فتحي هيبقى له دور مهم جدا جدا النهارده. صحيح. ان هو يعطل الحاجات اللي فيها كاونتر اتاك علينا. وانا شايف كمان الدور الهجومي لاكرم توفيق مش لازم يبقى احسن حاجه، ممكن وانت بتهاجم زي ما اتكلم اسامه في التغطيه العكسيه في الباك مهمه جدا، ممكن العبها 3 5 2 وانا جوه الملعب، خلي بالك ممكن العبها باكرم. يعني ممكن العب ب 3 ثابتين باكرم، وعلي معلول هو اللي طاير شويه. صح. هو اللي بيشتغل شويه، بس في حاله طيران علي معلول دور طاهر. دور طاهر بقى الدفاعي مهم. بالزبط. جدا، لان بالزبط. علي ممكن يبقى الراجل بيلعب كره من بعيد. بالزبط. فدور طاهر مهم جدا جدا في الناحيه الدفاعيه. حلو قوي. هل في دور دفاعي لحمدي فتحي لما علي معلول يزيد؟ طبيعي هيميل ناحيته، ممكن يبقى مايل ناحيته سنه صغيره. شويه، ولكن هو ده بالتالي بالتبعيه هيبقى موجود عند ايمن اشرف وبدر بنون. مزبوط. وترحيل اكرم توفيق، اكنك بتلعب بثلاثه ثابتين بدل. صحيح. ما تثبت ديفندر، ممكن تلعب بثلاثه ثابتين وقدامهم ديفندر. على حسب عادل كمان كم واحد ثابت من عنده، هو بيعلقه بواحد يعني، وفي واحد بيكمل له. يعني لو واحد زي ما انت بتقول يبقى في مساك وفي واحد زياده، لو حد جه عندك حل من الاثنين، يا اما اكرم زي ما انت اتكلمت او حمدي فتحي هو اللي موجود في بالظبط. طيب نقول تشكيل كايزر تشيفز هيبقى دانيال اكباي لحراسه المرمى، بيلعبوا ده حسب الورق 3 4 3، ورا هيبقى ايريك مانوهو ودانيال كاردوسو ورامهلوي، اسامي جميله، مفهليلي البهندي البهندي شويه وفي اربعه في نص الملعب، مشيان هابي نيجابولو بلوم ويلارد كانساندي ريف روزلر، وثلاثه قدام برنارد باركر سمير نوركوفيتش وسينجفيل نيجوكوبو. البدلاء نقولهم بالمره طالما الاسامي هي بروز بوبوما اجاي انتوني كامبولي لازاروس كاسترو ليوناردو. وكاسترو ليوناردو دوت لعب قبل كده، دي يمكن من اساسيين يا كابتن، اساسي على فكره، لعيب اساسي، من لعيب من الاساسيين، وكان بيلعب قبل كده، لعب مع مباراه الوداد مستر موسيماني. كاسترو ده من الاساسيين في سان داونز، من الاساسيين في الفرقه دي. ولعب قبل كده مع مستر موسيماني في سان داونز، وخد بطوله قبل كده مع مستر موسيماني لما كسبوا النادي الزمالك في الفاينل. وخما بليات طبعا كلنا عارفينه، ساسمان ياجان فيلاني زولو وسيفوسكاسي بوانجا نكزانا، يعني هو ده اسم حلو قوي، بس نكتفي بهذا. ده اسم الفرقه ده. كابتن علاء، اللي على الورق سريعا كده هم 3 4 3، ولكن الشق الدفاعي بتاعهم بيبقى هو اللي طاغي، بتتحول الطريقه ل 5 3 2. بسرعه بس هروح لعادل عشان عادل اثار نقطه كده ناس كتير ما تاخدش باله منها، ان انت لما انت رايح وانت عندك انت النسبه الاعلى انك تكسب مباراه. بص يا كابتن، مثلا ده من الماتشات اللي هم بيلعبوا بطريقه 3 4 3. كويس. ده ماتش الوداد الاخراني. الوداد الاخير. آه. هو دايما يا ايمن اتفقنا في الاستوديو، هو دايما بيلعب المباراه بالشكل ده في الفرق الاعلى. كبيرة. منه في الفرق الكبيره. بس بص، هو ما عليهوش ضغط عالي، ومع ذلك بص اول تفكير ليه ايه؟ كره طوليه. الكره عشان هي دي، هو ده زي ما بقول، دي الحاجه الوحيده بيلعب عليها. كره طوليه او كور ثابته زي ما عادل تفضل وشرح. بس أي. ايمن هو ما عندوش استحواذ، ما عندوش ازاي يستخدم الاطراف كويس قوي غير فراوزر ده بس، لكن الباقي هو ما عندوش دي، هو بيعتمد على قطع كره وكره طويله او الكره الثانيه. الكره الثانيه دايما تانية. وكرة دايما اي حد خدها قاعده كده بيلعب على الكور طويله بيبقى كل حياته كلها على الكره الثانيه. لكن هو بيلعب الكره طويله عشان، مش عشان الكره طويله كره طويله، لا، عشان الكره الثانيه يقدر يستفاد منها. صح. وغالبيه كل اللي لعبه على الكور الثابته وبيعرف يستفيدها كويس قوي. والحاجات العكسيه لعادل تفضل وشرح الفرقه دي. بس بص يا كابتن، مثلا في اللقطه ديت هو الاثنين طايرين. كويس. يعني بصوا، ما فيش تحضير، لا، بيلعبوا على اللعب الطويل، ولكن بمجرد ما مسكوا الكوره الاثنين اللي ورا، بص الباكين الطرف راحوا فين؟ ماشي ايمن، في نص الملعب. ماشي، هو دي، لان هو حافظ كده، هي دي طريقه لعبه. الشكل اللي انت شايفه دايما اللي هيتحكم فيه
لعيبه النادي الاهلي برضو. صحيح. انت ممكن تمنع الكلام ده. أيوة. لو مستر موسيماني فكر ان هو يقابل من قدام شويه وممكن يعمل كده النهارده، ياخدها يبدا من قدام 10 دقايق او ربع ساعه. اتفضل اتفضل. طيب هنطلع لفاصل وبعدين نرجع نكمل مع نجومنا الكبار، ارجوكم انتظرونا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كنا قبل الفاصل كابتن علاء كنت بتتكلم على طريقه اللعب وان هم بيعتمدوا على الهجمات المرتده السريعه وازاي النادي الاهلي يتعامل معاها. كنت بس اقول كلمه عشان اللي كان بيتكلم فيها عادل. الناس كلها يعني طبعا النادي الاهلي هو الاقوى والمرشح الاقوى كل حاجه، بس انا عايز اقوله الكلام اللي بره حاجه، وعادة على فكره بيتكلم في نقطه مهمه جدا ولازم يبقى يقلق منها، واللي بقى في الملعب حاجه تانية. لازم تنزل من المباراه دي يا ايمن متواضع. متواضع مش بان انت الاحسن وانت اقوى، لا لا، متواضع واحترام للمنافس. كويس. لكن جواك انت طبعا احسن في كل حاجه واقدر انافس الملعب، لكن ال- 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 الاحترام حاجه وان انت تبقى متواضع حاجه، ومن جواك انا الاقوى وانا الاحسن، بس بالتنفيذ والشغل في الملعب، مش بالتاريخ، مش بتسعه، مش بعشره. الكلام ده هو طبعا الناس بتتكلم، في بعض الناس خايفين من النقطه دي. الفريق ده ايمن وسام بيتكلم عليه وعادل اتسحب اسمها للنهائي. صحيح. اتسحب ما كانش موجود خالص على 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 الشاشه. صح. كل الكلام الاهلي طبعا اكيد وداد مش عارف مين. مزبوط. لكن تقلق من الفريق اللي جاي متسحب كده من غير اي صوت ولا اي اعلام ولا اي شو. لكن على الجانب الاخر انت عندك فريق البطولات دي عندي بالنسبه له اكنه عمر ياخد بطوله، عشان كده انا مش قلقان من النقطه دي. حته احترم المنافس دي موجوده بتواضع وكل حاجه في الملعب، لا انا البطل وانا النادي الاهلي بشكل وادائي. أيوة. دي بس كلمه كده. انا طبعا بتفهم عاد في النقطه دي ان فعلا كتير مقللين قوي من الـ من الـ من اهميه المباراه. هم فاكرين ان هي 90 دقيقه النادي هيخلص، النادي الاهلي خلص بسرعه، يا رب طبعا ان شاء الله، لكن لا، لازم الواحد يحترم الفريق دي كويس قوي. نرجع للتشكيل، تشكيل النادي الاهلي خلاص اتكلمنا فيهم معروف كويس قوي. طريقه لعب كايزر ما فيش اللي على الورق ده ايمن هو اللي بيعمله دايما مع كل الفرق الاعلى منه او دايما الماتشات اللي قلقان منها. 3 4 3 بيأديها، بتبقى في بعض الاحيان بيبقى 7 تحت الكوره، بيسيب لعيب او غالبا لعيب او اثنين، بواحد متقدم شويه واحد تحتيه على اساس الكره الطويله والكره الثانيه، وبيبدا يطلع بيها. اللقطه اللي انت جبتها ان اللعيب وهو فاضي بيلعب الكره الطويله، عشان هو ده اسلوب لعبهم ايمن، ما فيش تغيير، هو اسلوب لعبه كده، ما عندوش تحضير، ما عندوش مثلا اطراف زي اللي عندك، ما عندوش نص ملعب زي اللي عندك اللي هو يتحكم في الريتم المباراه وباصه والثانيه والثالثه لحد ما تروح محمد مجدي بيعمل التمريره. يعني الاستحواذ والشكل الجمالي هو بعيد كل البعد عنه، لكن هو مقلق. الطريقه دي مقلقه. لان اكتر حاجه تقلقك وانت بتهاجم معاك الكوره، بتخاف من حته سرحان المدافعين. مزبوط. ودي اللي بتقلق، تلاقي فجاه واحد بيطلع كوره راحت لمهاجم عمل منها مشكله، بقت جت ضربه ثابته، عمل هو بيعيش على الكره دي. عشان كده دايما في وقت ما انت مستحوذ وبتهاجم كويس قوي، لازم بدر بنون، لازم ايمن اشرف، اذا كان هيبقى موجود حمدي فتحي، قمه اليقظه، حتى لو لعيب واحد بس يتمسك بواحد وواحد وراه ومنتهى التامين، لان حتى لو كره اتلعبت طويله تروح لواحد مننا تبدا هجمه ثانيه. مهم قوي النهارده ايمن ما تستعجلش تنهي الهجمه، لان 90 دقيقه مباراه، ما تستعجلش على انهاء الهجمه، ودايما خلي الكره الثانيه بتاعتك انت، تبدا دايما الكره معاك انت. ايوه. اخطائك هتقل، انت هتبقى الاحسن. صحيح. اهم حاجه في مباراه النهارده دي اخطائك تبقى قليله قوي. صحيح. واكبر خطا اتكلمنا فيه الاستوديو كله بقى لنا 3 4 ماتشات، بتاخد وقت عشان تخش المباراه. بتضيع منك البدايه. النهارده بتمنى يكون مستر موسيماني مأكد قوي على بدايتك. صحيح. النهارده ايمن مع الكلام الكتير عن النادي الاهلي، مع لعيبتك اللي عندك، هتديك تفوق كويس قوي مع فريق ما عندوش امكانيات كتير غير هو بس بيدافع وبيعمل هجمه مرتده. لو انت النهارده استحوذت ان شاء الله على الملعب وابتديت تلعب لعبك بهدوء ومن غير استعجال، اعتقد ان شاء الله النهارده المكسب هيجي ويجي بسرعه باذن الله ان شاء الله. كابتن بلال، ازاي مستر موسيماني النهارده بيفك الشفرات الدفاع بتاعه كايزر تشيفز، وخصوصا ان هم برده لو جبنا بعض الصور يمكن شايفين صوره الملعب اهو، صامو القطو وبيحضر النهائي، وان شاء الله يكون وشه حلو علينا باذن الله ان شاء الله باذن الله. ازاي مستر موسيماني يستغل الثغرات الدفاعيه الموجوده برغم التمركز الدفاعي الكبير قوي ده، انما العمق الدفاعي اللي هم بيعملوه بيولد اخطاء، ازاي يستغلها مستر موسيماني؟ شوف، انا اتفق طبعا مع كباتن، كلموا في حاجات مهمه جدا وقالوا ان كايزر تشيفز بيشتغل على هجمات مرتده سريعه وبيعمل حلو. وبيشتغل مدافع بشكل كبير، واحيانا طريقه اللعب يعني او في بعض الاوقات
بيلعب 5-4-1 او 5-3-1-1، ودي طريقه لعب واضحه وشفناها كتير جدا. ولكن هم عندهم برضو مشاكل يعني كبيره جدا. هو المباراه اللي فاتت مباراه الوداد والمباراه اللي قبلها، الوداد كان ممكن في اكتر من مناسبه انه يسجل اهداف. مظبوط. عندهم مشاكل برضو في حته التمركز، الكرات العرضيه مبارك. عندهم فيها مشاكل كبيره. صحيح. جدا اتيحت للوداد فرصتين من كرات عرضيه كان ممكن الوداد يسجل منها اهداف. استعجال الوداد هو اللي خرج المباراه بالشكل ده. صح. فرقه مستعجله جدا عايزه تسجل اهداف، وتحت لها فرص كل ما الكره تيجي التركيز يعني عارف انت اللعيبه تنس يعني خلاص. بس ما اتفضل يا كابتن ثانيه واحده، الوداد كان مستعجل عشان المباراه مغلوبه. اه طبعا بقول لك استعجال الوداد طبعا الموضوع مختلف. بس عايز اقول لك حاجه كابتن برضو كابتن علاء، انت كل ما الوقت يعدي هو في صالحه، هو مش في صالح النادي الاهلي. الوقت لما بيعدي بيبقى في صالح الفرق الصغيره مش في صالح الفرق الكبيره. هو بالنسبه له من بدايه المباراه عايز يروح لركلات الترجيح. تمام. اي فرقه لما بتلاعب فرقه كبيره، مع احترامي طبعا ليهم، هم فرقه وصلت للنهائي والكباتن اتكلموا في القصه دي، ومفيش فرقه بتوصل للنهائي كده يعني باي لاك يعني. لا لا، فرقه منظمه بتلعب كره كويسه. احنا شفنا بطوله اوروبا، ايطاليا ما كانتش مرشحه من بدايه البطوله، ومع ذلك بتحترم في كل مباراه، بتحترم الخصم بشكل كبير جدا، بتلعب بطريقه يعني ما بتتغيرش، بتدافع كويس قوي، بتشتغل على الهجمات المرتده السريعه، وقدرت ان هي تصل للنهائي وتكسب اوروبا. الفرق الصغيره بيبقى عندها اهداف صغيره عشان كده بتعرف تحققها. النهارده هو بيلعب على حاجتين بس كان عادل يتكلم فيها، بيلعب على هجمه مرتده سريعه، وبيلعب على كره عرضيه كره ثابته، وهم مميزين جدا في الحته دي. يعني برده مباراه الوداد كان ممكن يسجلوا منها هدفين من 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 كرات ثابته، كرات اتلعبت عرضيه، هم بيقطعوا كويس قوي وعندهم اطوال وبيقدروا يشتغلوا بدماغهم كويس قوي. فهو النهارده عنده حاجتين اتنين بيشتغل عليهم، ما عندوش اربع خمس حاجات، ما عندوش مهارات فرديه بيشتغل عليها، فبيشتغل على حاله اللعيب النهارده. يعني في فرق يبقى الحاله الفنيه عند اللعيبه بتبقى عاليه فبيشتغل عليها، لو هو النهارده فايق هيفوقك. أيوة. لو النهارده في يومه هتبقى الامور بالنسبه لك كويسه انت كفريق، لكن هو ما بيشتغلش على الحته دي، ما بيشتغلش فرديا، هو بيشتغل جماعيا، هجمات مرتده سريعه، وعنده السرعات اللي موجوده قدامه، عنده 2 3 لعيبه قدام بيعرفوا يشتغلوا في الحته دي كويس قوي، وبيشتغل على الكرات الثابته او الكرات العرضيه وبيقدروا يشتغلوها كويس. بس هو عنده مشاكل في النواحي الدفاعيه، مشاكل يعني حتى كبيرة في النواحي الدفاعيه وشفناها، التمركز ما بيضغطش، خد بالك هو برده ما بيضغطش، يعني لما الكره بتبقى في منطقه الجزاء ما بيضغطش، هو دايما اللعيبه بتاعته بتحل. تمام. في مساحه دايما بين وسط الملعب بين المدافعين، يستغلها قفشه مثلا، عنده مشكله شريف. الباكين بتوعه دايما قريبين من 18، ما بيروحوش على اللعيب، يعني ممكن واحد ضد واحد النهارده لو في ثقه وفي مهاره وفي وشحات وطاهر محمد طاهر في حالته، ممكن واحد ضد واحد يعدي كل مره، لان هو اللعيب ما بيضغطش عليه، بيديله مساحه يشتغل فيها. صحيح. فلو لعيبه النادي الاهلي قدرت تستغل المساحات اللي موجوده، وقدروا يشتغلوا على الكرات العرضيه بشكل كبير جدا جدا جدا، واشتغلوا فيها كويس قوي، ممكن النادي الاهلي النهارده يسجل اهداف كتيره جدا. صحيح. التصويبات برده مهمه جدا، لانه برده بيسيب مهم جدا. هم ما انا بقول لك ايه، هم طبيعه لعبهم بيعملوا زون ديفنس، الاعداد كتيره، لكن الضغط مش موجود، ما بيبقاش موجود في حالات في اوقات كتيره جدا، الرقابه اللصيقه ما بتبقاش موجوده في اوقات كتيره جدا، لكن هم بيعتمدوا ان هم كتير ومتمركز في ال 18 وعايز يشتغل كره، تلعب له كره عرضيه فهو عنده اطوال يقدر يطلع الكره دي. صح. لكن لو اشتغلت على الارض الدبل باص، يمكن انا المباراه اللي فاتت الوداد بيباصي في ال 18 تمام، لكن مش قادر زي ما قال كابتن علاء، مش قادر يسجل لان هو مستعجل، هو مغلوب هناك فعايز يسجل بسرعه على الهدف الاول عشان يدور على الهدف الثاني. لا، انت ما عندكش الحته دي النهارده، مش موجود. انت عندك النهارده التوقيت، انت بينك وبينه متعادل، ما زلت في الملعب تقدر تسجل في اي وقت، انت عندك سرعات وعندك مهارات بتشتغل. يعني مستر موسيماني يمكن الثلاث اربع مرات اللي فاتوا دول ادى بشكل، النادي الاهلي كان بيأدي بشكل رائع جدا جدا، غير كتير جدا من شكل واداء النادي الاهلي الاول كان بيلعب. ممكن شفناه بعض الاوقات بيلعب 3-4-3 النادي الاهلي، شفناه بيلعب 4-4-3-2-1، شفنا ساعات لما كان الباك ليفت هو اللي بيهاجم علي معلول، كان اكرم توفيق بيستنى وحمدي فتحي كان بيتقدم. صحيح. في بعض الاوقات لا، دلوقتي بقى حمدي فتحي هو اللي بيتاخر، واكرم توفيق وعلي معلول الاثنين بيتقدموا عشان يبقى عندك جبهتين بيشتغلوا في نفس التوقيت. فاشتغل بشكل كويس قوي مع النادي الاهلي، قدرنا بالشغل ده نخلق فرص كبيره جدا. كنا الاول برضو بنشوف ان الثلاثه اللي قدام كلهم متمركزين، شحات ناحيه اليمين، طاهر ناحيه الشمال، محمد شريف في القلب. النهارده لا، بنشوف في شيفت بيحصل بين اللعيبه، في تغير في المراكز. المباراه اللي فاتت شفنا دبل باص من على ال 18 ما بين شريف وطاهر محمد طاهر، ده معناه ان في تحرر وفي تحرك كبير في الحته اللي قدام. لو قدرنا نشتغل بالشكل ده، كرات سريعه واستغلال المهارات واحد ضد واحد، الاهلي هيبقى خطر وله خطوره كبيره جدا النهارده على فرقه كازيميرو. كابتن اسامه، من الاوراق الرابحه اللي بيعتمد عليها مستر موسيماني في نادي الاهلي، علي معلول، مجدي قفشه، محمد شريف، دورهم هيبقى دور كبير جدا جدا النهارده، يا ريت توضح لنا الدور ده. هنبتدي الاول بعلي معلول، يعني ليه دور مهم جدا. كويس. واحنا النهارده بنتكلم
على التكتلات الدفاعيه. صح. النهارده في النواحي الهجوميه بيلعبوا 3 4 3، لكن في الناحيه الدفاعيه واللي احنا هنشوفها بشكل كبير النهارده هيبقى 5 4 1، هو ده الشكل بتاع كايزر تشيفز النهارده. لما تلاقي عندك تكتلات دفاعيه وخاصه في قلب الملعب يبقى النهارده لازم تستغل الاطراف بشكل كبير. علي معلول مميز في الحته دي كويس. بيقدر يشتغل ويزيد ويروح في مساحات فيها خطوره، ممكن يعمل العرضيات. شفنا المباراه اللي فاتت محمد شريف لما علي معلول عمل العرضيه وطلع بدماغه وارتقى وحطها بدماغه بشكل مميز. صحيح. جدا النهارده علي معلول مهم جدا يوصل لمناطق خطوره، وهي دي نقطه ضعف كايزر تشيفز. ازاي الكرات العرضيه اللي بتتعمل بيبقى فيها تمركز خاطئ. صح. بس النهارده مع التمركز ده لازم قفشه يدخل، لازم حسين الشحات يكون موجود، لازم طاهر حسب اللعبه، لازم يبقى في زياده عدديه من النادي الاهلي في ال 18 لازم. علشان المساحه او الزياده العدديه دي هي اللي هتديك الافضليه. اكرم توفيق انا بفضل يعني يبقى متمركز شويه تحت علي معلول، لو علي معلول زايد يبقى هو دايما تحت الكوره علشان يبقى عنده التغطيه اللي هي دي بتعمل بقى خطوره كايزر تشيفز. لما بيعملوا هجمه مرتده عندك اخطر لعيب فيهم النهارده نجوبه رقم 15، لعيب اشول سريع صغير في السن، اول ما كايزر تشيفز بيقطع الكوره وبيستحوذ على الكوره وهو في الناحيه الدفاعيه بيبدا يلعب الكوره السريعه لقدام، ما بياخدش وقت، لمسه اتنين بيحاول يوصل لقدام عن طريق نجوبه رقم 15 ونورو كوفيتش، ده اللي بيطلعوا عليه، فهي دي السرعات الموجوده عندهم. وده مميز، خلي بالك سمير نوركوفيتش مميز جدا في الالتحامات الهوائيه وضربات الراس. النهارده هو بيمتاز بالطول بالزبط. حتى لو الكره اتعملت عاليه بيطلع وبيكون تحتيه نجوبه، ده بيقدر يشتغل على السرعه دي. فعلشان كده النهارده بفضل يكون اكرم توفيق النهارده هو اللي واقف شويه جنب بدر بانون، جنب ايمن اشرف، كاننا بنلعب ثلاثه. أيوه. الدور اللي بيعمله حمدي فتحي. أيوه. حمدي فتحي علشان بيلعب في نص الملعب النهارده مش هيبقى ليه متاح الفرصه كتير انه ينزل يكون في قلب بدر بانون وايمن اشرف، مش هنشوفها كتير عشان هيعمل جاب او هيفض نص الملعب. فالدور ده ممكن يعمله باك من الباكين خاصه اكرم توفيق وهو بيمتاز بالنواحي الدفاعيه ويدي المساحه اكتر لعلي معلول انه يشتغل. صحيح. الحاجه الثانيه الكرات الثابته، واحنا بنتكلم عليها الكرات الثابته الهجوميه للنادي الاهلي. أيوه. النهارده الافضل انها تتلعب على مرتين. أيوه. ما تتلعبش مره واحده سواء ركنيه او كره ثابته. التركه اللي بتتعمل فيها دي النهارده بالتمركز ممكن واحد يقطع، واحد يبقى فيه اخطاء دفاعيه، فممكن تقدر تشتغل من الكرات الثابته، وخاصه كمان موسيماني بيحفظ اللعيبه في الركنيات، ممكن الكره بتتلعب مره واثنين وثلاثه لما بتتعمل عرضيه فبيمثل خطوره للنادي الاهلي. واحنا بنتكلم بقى عن حسين الشحات. حسين الشحات الحمد لله خلال الفتره اللي فاتت الأخيرة. بدا يفوق. حسين الشحات رجع لما سجل في مباراه الترجي، بدا يدخل في مباراه سجل 3 اهداف في 4 مشوط، 4 مباراه سموحه، مباراه المقصه، فبدا يستعيد الثقه اللي هو كان بيفتقدها. مزبوط. لا باداء باهداف. فالنهارده حسين الشحات في المباراه النهارده اللي هيكون فيها تكتلات دفاعيه فيها مساحات صغيره انت محتاج النهارده لعيب كوره يعرف يقف على الكوره. صحيح. عكس طاهر، طاهر شويه بيحتاج المساحه. النهارده في الهجمه المرتده بيحتاج المساحه عشان يقدر يشتغل بشكل كبير، لكن صحيح. حسين الشحات بيجيد في المساحات الضيقه. النهارده نفسي برضو مستر موسيماني كان بيتكلم عن النقطه دي كابتن عادل مصطفى ما يستعجلش المكسب، بمعنى النهارده ما يبقاش عندي اندفاع هجومي من اول المباراه. لا، يبقى عندي توازن. نفسي النهارده لعيبه النادي الاهلي تعمل لما بكون بفقد الكوره كلها تنزل تحت الكوره النهارده وتخلي الكوره كايزر تشيفز يحضر الكوره، سيب لهم الاستحواذ، علشان اسيب لهم الاستحواذ، العب النقطه اللي هم بيلعبوها علشان هو مش متعود ان هو. بص يا كابتن اسامه، هو مثلا الكره العرضيه زي عيب الانديه الافريقيه كلها، بتبص على الكره ومش شايف الخصم. يعني النهارده شايف في زياده عدديه، شايف ازاي ثلاثه ابيض داخلين، لو عدت الاولاني هتقابل الثاني هتقابل الثالث. فالنهارده ده التمركز الخاطئ من كايزر، والبص على الكره بس، النظر على الكره بس، ملوش دعوه بالخصم. ما هي دي دور علي معلول بقى، النقطه اللي احنا بنقول لو احنا عايزين نضرب التكتلات الدفاعيه نلعب اكتر من على الاطراف ونزود الكرات العرضيه زائد كمان الكرات الثابته. النقطة اللي أنا بتكلم فيها حتة إن أنا النهاردة إزاي ممكن ألعب في وقت من الأوقات في المباراة زي كايزر تشيفز بالظبط. أرجع وأخلق أنا المساحة اللي في ظهره. هو مش متعود إن هو يلعب أو يعمل ضغط عالي. مزبوط. فالنهاردة إن أنا ألعب زي طريقة لعبه، ممكن محمد شريف في وقت من الأوقات لو الكرة تستدعي إن أنا أضغط من فوق وأعمل ضغط عالي خلاص بضغط. محمد شريف وقفشة وطاهر وحسين الشحات،
طيب في وقت من الاوقات ممكن ارجع وابدا اخلق المساحات اللي تديني فرصه ان شاء الله ان انا استغلها في خط ظهر كازرتشيز باذن الله رب العالمين. اكيد ده فكر مستر موسيماني واكيد ارى الفرقه كويس. تعال نتمنى للمستر موسيماني طبعا النادي الاهلي من قبله بانه يتوج ببطوله جديده النهارده ان شاء الله. كابتن عادل سيناريو الشوط الاول من وجهه نظرك هل هيبقى ضغط من البدايه للنادي الاهلي ولا ممكن نتفاجئ ان كايزر تشيفز هيلعب لعب مفتوح ويبتدي يضغط النادي الاهلي من البدايه؟ لا يضغط صعب يعني صعب. كايزر تشيفز هو يضغط صعب. طب من وجهه نظرك السيناريو هيبقى لا سيناريو اعتقد ان النادي الاهلي في البدايه لازم يبقى فيه ضغط كويس لازم في اول 10 عالي اول 10 دقايق دول لازم تشتغل عادي وبعد كده ترجع 10 اول 10 دقايق دول مش هم دول اللي بيحددوا شكلك طول المباراه. هو دي البدايه بتبقى فيها حاجه اسمها حمى البدايه بتحاول تدي مسج للفريق اللي قدامك انت تلعب ازاي تلعب بقوه تدي تدخل لعيبتك في الجيم بدري كويس. دي نقطه مهمه جدا خد بالك بقى عشان الحته دي فيليك كايزر بيعملوها لما بيبقى معاهم ضربه البدايه هي. بيلعبوا كره طويله وبيروحوا ياخدوا الكره الثانيه في البدايه عشان يبدا يشتغل عليك من بدري هم الميزه بتاعتهم فبالتالي ضربه البدايه لو هو اخذ ضربه البدايه هتلاقيه بيشتغلها معاك فانت برضو لازم تبقى محضر ده ولازم محضر للكره الثانيه عشان ما هو ما يشتغلش ما يركبش الجيم بدري. طب لما تقطع الكره وهما في حاله هجوم لازم بقى اشتغل. بص دلوقتي بقى عندك ميزه ان عندك من احسن لعيبه في افريقيا بتقطع في ظهر الديفنس محمد شريف صح. وعندك لعيب بصير كويس جدا محمد أفش. مجدي قفشه فده يديك الافضليه ان انت اللي كنت متفق مع كابتن اسامه جدا في انك لازم ترجع زي ما كنا في اول استوديو كلنا متفقين ومصر كلها متفقه ان احنا لازم شويه نرجع انك تقطع وتشتغل في ظهر الديفنس لان انت عندك مميزات لشريف كويسه جدا في القطع بين الديفنس في ظهر الديفنس وهم مش مميزين هم عندهم اخطاء كتير جدا هم خد بالك هم كغثاء السيل يعني كتار جدا بيعملوا كتره عدديه ولكن مش مميزين صح. على الاطراف بيرجعوا بكتره عدديه ولكن مش احسن حاجه مظبوط العرضيات بيبقى فيه عدد ولكن مش مميزين فرقه الوداد خلقت 12 كره عرضيه في مبارتين مباراه الذهاب والاياب ما قدروش يسجلوا وكلهم ما فيهمش توفيق مش نتعامل معاهم كويس لا ما فيهمش توفيق فالنهارده تقدر تشتغل ده كويس. في نقطه بس مهمه جدا النادي الاهلي لو استغلها هيبقى كويس جدا بيلعبوا وهم بيدافعوا ب 5 4 1 الاربعه الاثنين الوينجين في الاربعه بينزلوا على الاطراف ما بينزلوش في القلب ايوه فبالتالي انت عندك في القلب ممكن يبقى عندك 3 ضد 2 طول الوقت فعنصر التصويب مهم جدا بالظبط برافو عليك. الكره الثانيه في العرضيات مهمه جدا النهارده مباراه عرضي زي ما هم مميزين في الكرات العرضيه انت برضه هم عندهم نقطه ضعف في الكره العرضيه لازم تشتغل عليها كويس ولازم تاخد الكره الثانيه انت لو خدت الكره الثانيه ممكن تسجل يعني اهداف كتير جدا هم بيبالغوا جدا في الكثافه العدديه الدفاعيه جوه 18 على الفاضي مين التسديد طبعا مهم جدا مع الفرق اللي زي دي وتلعب بالتكتلات ديت جوه 18 ولكن احنا كمان مقلين من في موضوع التسديد دوت مين اللي ممكن او مميز ممكن يكمل ويشوط غير قفشه اعتقد وجود السوليه وحمدي فتحي النهارده اعتقد ان هم ليهم الافضليه في التصويب حمدي فتحي هيكون ليه دور ديانج لما تيجي تقارن ديانج وحمدي فتحي والسوليه صعب جدا انك تطلع واحد بس هتشوف الافضليه لمين فين هتلاقي ان حمدي والسولية عندهم نسبه التصويب اعلى من ديانج بس انا من واحد فيه بس احنا متفقين ان حمدي فتحي هيكون دور الدفاعي اكتر شويه من دور الهجوم طاهر خلي بالك ما مسجل برده طاهر في تصويبات سان داونز تسديده من خارج 18 فالتصويب لا لعيب قلب الملعب ممكن تلاقي في مساحات كبيره جدا وممكن نخلق فرص كتيره جدا بس برده ما نستعجلش ما يبقاش في استعجال لان الاستعجال ممكن يخليك انت جوه المباراه تفقد الثقه في نفسك شويه وده طبيعي لان المباراه من شوط واحد كويس. الحلول بقى اللي هو شايفها مستر موسيماني للقضاء على المشاكل الدفاعيه اللي انت قلت عليها هل حمدي فتحي زي ما انت قلت هيبقى ثابت طول الماتش ولا ممكن السولية نلاقيه شويه هو بطبيعه الحال ان الواحد من الاثنين لو انت بتلعب فرقه كبيره جدا او فرقه قليله ايا كان لازم واحد من الاثنين دول واحد بيكمل واحد بيقف ده طبيعي لان انت عندك لعيب رقم 10 كمان بيأدي الدور الهجومي فبالتالي ما ينفعش الاثنين يهاجموا فطبيعي كويس. كده كده في واحد بيقف كويس. الدور الثاني لطاهر انا شايف ان طاهر يبقى لازم يبقى في دور مهم جدا لان هو الباك رايت هو محور اداء الفرقه دي صحيح. فلازم طاهر من بدري يبقى ليه دور دفاعي اكتر شويه باذن الله رب العالمين. كابتن بلال هل هنشوف الحكم انا بس عايز اقول الحكم فضل. يعني المباراه اللي فاتت مباراه الوداد في بنالتي للوداد واضح وصريح واضح وصريح تمام وما فيش فار وما فيش ان شاء الله ان شاء الله النهارده الامور تمشي كويسه باذن الله لان خد بالك انت فاهم طبعا الكره في افريقيا يعني اتعدلت بس مش قوي يعني ان شاء الله باذن الله هو جيد على الفار وعلى ما اعتقد النهارده في المباراه النهائيه بقى يعني مظبوط العين كلها الواجهه الافريقيه النهارده الماتش اللي فات برضه انا بقول يعني لان ان شاء الله باذن الله افريقيا ربنا نشوف اهداف بكره النهارده اتمنى ان شاء الله باذن الله يا رب ان شاء الله اتوقع يا رب.
يا رب. الاهلي لو ضغط بشكل كويس الشوط الاول وقدر يستغل الفرص ممكن يسجل الشوط ان شاء الله ربنا. كابتن اسامه والله بص يا كابتن ايمن يعني اتمنى ان شاء الله النهارده يعني اهم عنصر في كره القدم موسيماني ذاكر الفرقه واللعيبه تعبت واشتغلت على مدار موسم طويل توفيق صحيح. كل التوفيق النهارده هو اللعيب اللي موجود معنا في الملعب النهارده ان شاء الله. كابتن عادل لا مباراه اعتقد مباراه النادي الاهلي مباراه جيده بس ممكن المكسب يتاخر شويه. كابتن علاء حاجه وحيده بس انت تستغلها كويس هو عامل حسابه كويس قوي واكيد اتفرج عليك وعارف يعني ايه قبل النادي الاهلي. استغل البدايه صح. استغل الضغط على البدايه ان شاء الله إن شاء الامور الله. تبقى سهله من بدايه المباراه ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث الشوط الاول. ارجوكم تفائلوا وانتظرونا.